الطيور تغرد على أغصان الزيزفون كأنما تقول للحبيبين انعما بملكوت الحب الدائم. يا أمي يا أمي. وبين زهور تضحك ونسيم يعصف كشف أشيل حبيبته إيزابيل بغرامه الدفين قائلا: سنتان سنتان أيتها المعبودة. فتنهدت وقالت له في حياء العذراء البريئة: أشيل أشيل، طالما حلمت يا أشيل بهذا اللقاء. يا قلبي يا قلبي. ولكن سرعان ما لمح رقيبا في الظلام فتراجع مذعورا إلى الوراء. سرميتي على لحيته. ما خاف يا مريم، شاف الرقيب العمى بقلبه، قلو سنتين احترق ديك معبود أجداده في انتظار هالملعون الإبلة، في وقت بده يقطفها بخاف من الرقيب. ما خاف على سمعتها. حطي نفسك انتي مطرحه. لو بحط نفسي مطرحه كنت جريتها بإيزابيل من ديتها هيك. انت جنتي ولا ايه ولي؟ وكنت غمست بعينتيني هيك ورقصت حواجبي هيك وفتلت شواربي هيك، قلت لها إيزابيل يا تقبريني اعطيني قبلي ولي. ابعد يا ولي، غير لك ايه؟ اعطيني ايه؟ لا لا عيب ابديشي. لا ما فيش كده. بتعملي ايه هنا يا الدلعادي؟ ها؟ الحقيني يا ماما، تعالي شوفي اتفرجي. ايه هي لسه برضو في الانجذاب بتاع الحب والهباب؟ بتعجب كيف تتصوروا هالعيشي من غير حب يا معلمتي. ايوه تنيلي جاتك النوادم. قال على كبر شاع الخبر. انت ما بتشوفيش روحك في المرايه؟ انت مش دريانة بعمرك قد ايه؟ خلاص برطش الحب لحدك انت رخرة. يا ابني يا روحي انتبني، ده انت كل نهايتك رايحة على السبغة، ده انت تولديني. ولديك؟ انا لا ولديك، لازم احضر فيكي وانا بطني حنيني امي. اخراسي عم في عينك، انا فين وانت فين يا عجوزة؟ يا سن التسعين ينعل ابو الهم اللي كبرني قبل هواني. طب ده انا ايام ما مات السلطان حسين كنت لسه بالمريله بلعب النتة. يا ماما يا ماما، ده السلطان حسين انا شفته بعيني يوم ما تولى. عينك قطعتي وقطع كدبك ليه يا بيت؟ هي مصر الجديدة بنوها بقالها كام سنة؟ بقالها دلوقتي 25 سنة يا ماما. خلاص وانا مولودة قبلها بسنتين. الحسابة زي الكتابة، بتكوني على الحسبة فطموكي من امك تترضعي بنتك. ما بص يا عجوزة يا عجوزة، ما بقاش ناقص الا خدامين الندامة والصدامة يطولوا لسانهم على سياتهم. غوري من قدامي، امشي نجر على المطبخ. يحترق هالمطبخ، انا بدها تشتغل بالمطبخ. معلمتي اعطيني حسابك. حسابك ايه يا مريم؟ انت قال لك ايه؟ انا عجوزه فات بدي حسابي. اعطيني حسابك. بس يا زعيم حسابك. بدي حسابك. صورتني يا اختي، المصيبه حساب ايه؟ حسابي بدي حسابك. بس انا بقول لك ايه الزيطه دي يا ولية؟ تملي كده احسك زي الكهران في البيت. وليه مخرفه جاتها الدواهي مدوبه خمس طقم اسنان لحد دلوقتي؟ ولا تختشيش وعايزه تتجوز؟ ما تتجوز ولا تنحرق ولا تندعك. واحنا ما فيش قدامنا غير حكايه جوازها؟ يا وليه حسي على دمك، روحي اتجوزي عزرائيل وريحينا من قرفك. هلا بالانسانيه بتعطيني حساب؟ لا انا خدامه بالهوسه دي ما تنفعنيش، فهمتي؟ وانا بغير هالهوسه ما بعرف باخده، ما فهمت؟ يبقى في 60 داهيه تغوري ومش عايزه اشوف خلقتك. منيح بوضي بقواعي. هلا بترجاك تحضر لي حسابك. إيه انا ما بقدر تقلعيشي هيك من غير جواز. بتجوزوني انا خدامه اجريكي. ما بتجوزوني شو؟ ما بعرف جوز روحي؟ ليش؟ مقرطمه؟ مكسحه؟ دميتي تقام؟ ما بعرف بتدلع؟ ما بعرف بتشغله؟ ما بعرف قول.
اكفي يا اخواتي حاجة تفرس. سيبوها تندعس. نسيبها ازاي بس يا مدحت؟ احنا نقدر نستغنى عنها؟ دي في ايديها البيت كله، انا نفسي معرفش حاجة في البيت زيها. خلاص عايزينها بقى استحملوا بلاويها وجوزوها. شوفوا لها قرد لموها عليه، شوفوا لها بهيم بمعرفتكم. شوف لها فين اعوذ بالله، ادي احنا خمس اشهر نقر في الحكايه دي. حبيت الزقها الواد الشوفير اللي عندي بقى، كل ما اشوف وشها يتمتم في سره سلامه قولا من رب الرحيم. السيد وليم الجنايني لكيت عليه مرتين قايس عن الشغل وطفش. ارجوك يا مدحت ارجوك، انت ليك معارف كتير خساره وليا نافعه وامينه زي دي. يا سيدي هات لها واحد وانا ادفع له المهر من جيبي. بس بلا جيبك بلا كلام فارغ، هو انا رئيس بلاوي؟ هو الواحد بره بيته متعفرت جوه بيته متعفرت، دي حاجه تكفر. لا مالك يا مدحت، انت الايام دي محدش عارف يكلمك كده ليه؟ مالك في ايه؟ ما هي حاجه تنرفز. ايه عايزين نعمل لكم خطبه للكاميرا بتاعتكم كمان؟ لا 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 انا ما خبيش عليك، انت اليومين دول جنسي تاني. جنسي تاني خالص يا ماما، مين قال لك كلمه يتحمق ويتخلق؟ قولي بس في حاجه مضايقاك؟ في حاجه منرفزاك؟ ايه بتشتكي من حاجه يا اخويا؟ صحتك تعبانه؟ عيان؟ فكرك مشغول في شيء؟ فكره مفيش اروع منه ابدا، صحتي زي البوم. اقول لك الحق، بقالك كام يوم شكل وشك مش عاجبني، لازم تتعالج، صحتك متاخره. شوف وشك مسقوم ازاي يا اختي. شوف الكلام اللي يجيب العيب. اسمع يا حبيبي، تجيش نسافر كام يوم على اسكندريه نغير هوا؟ وانا اشتكيت من هوا مصر، عايزين تبعتوا لي اسكندريه؟ يا اخويا هوا البحر، هوا البحر يرد الروح. مش عايز اسافر، مش عايز اسافر. يا مدحت سيبيه يا سهير، خليها على راحته. قادر كريم لما زوركوا النوبة الجاية قلت لي صحتك أحسن من كده بكتير. النوبة الجاية؟ أنت مروحة يا حماتي؟ ما أقدرش أتأخر يا أخويا، جايين لضيوف النهاردة. أقعد يا ماما أقعد، بلا ضيوف بلا أبصر إيه؟ يوم ما يمكنش يا بنتي يجوا ما يلاقونيش، يقولوا إيه دي بتطردنا ما يصحش. يعني يا ستي ضيوف مهمين أوي لدرجة دي، طوحي طوحي. أطوح إزاي؟ دي بذر الكتان هانم، مرات الله يرحمه عمك لقمان بيه. الولية اللي دايرة زي الخطبة دي، ما تشوف لنا عريس لمريم، دي تقريبا اتجوزت نص البلد. هي مزاج عندها توفق بالحلال. اوعي يا حماتي تكوني كده ولا كده. يا الله مدحت. مدحت ماما حسبي يا ماما لا تفتحك فيها. يا سهير انتوا جرالكوا ايه؟ انتوا بتتمهزقوا بي. خصوصا انت دائك وداء الميكروبات، ويمكن تلمك على واحد بيكح ولا بيلقف ولا عنده سرطان. لا والنبي يا اخويا، الله صاغ سليم وعلى الفرازه. يقطعكم تنتكم تجروا معايا في الكلام، زحلقتوا لسان. بقى على كده يا حماتي بعد جوازي يا ست ماما. والنبي يا بنتي انا في الاول ما كان على بالي، لكن الله يجازيه المرحوم ابوكي. وابويا ماله في كده كمان؟ انا دلوقتي بقالي عزبه 14 سنه، لا اشتكيت ولا دقيت ولا قلت يا جواز. عملها فيا ابوكي وفاتني من بدري، كسرت شبابي لحد ما ربيتك، واديك كبرتي وتهنيتي وتعدلتي واتجوزتي. لا ونيس ولا وليف، قال لي يا كبدي عليا بين اربع حيطان، ومستردية ومستقنعة وحمد ربنا. كل اللي بيموتوا أجوازهم بيقعدوا كده يا ماما، لحد يوم التلات اللي قبل التلات اللي جيت زرتكوا فيه. جاني في المنام المرحوم أبوكي لابس أبيض في أبيض، وشه زي طبق البنور، ماسك في إيده شمسية من ورق البنفسي. شمسية؟ ليه؟ هي الجنة حر للدرجة دي ولا؟ ولا كونوا حولوه على الناحية التانية. زقني بالشمسية في كتفي وقال لي قومي يا بترنجل. قومي ايه؟ اسحبك وياه؟ قومي لحلحي دنيتك، قومي هودي بختك، قومي تلمي على ابن الحلال. قلت له يوه يا ابو سهير ما تقولش كده، هو انا حد يجيني في معزتك ابدي الغزالي بقرد يا ندامة؟ قعد يلح عليا وانا اقول له لا، يقول لي لازم، اقول له ما يصحش. قمت من النوم لقيت بذرة كتان هانم جاية تزورني وبتعرض عليا راجل مركزه كويس وقشيته معدن.
افتكرت كلام المرحوم، قلت ما زعلوش على خيرة الله. انما بقى ما رضيتش ادي كلمه الا لما اخد رايكم. راينا يا ماما تتجوزي، ادي اللي كان ناقص. وايه المانع؟ امك لسه في عزها، حاجه تفتح النفس. روحي يا شيخه اتجوزي ولا يهمك حاجه ابدا. يلا. يعني سنها ايه جنب الناس اللي عندهم سن؟ والنبي يا اخويا اول ما طلع جورنال الاهرام كان يدوبك عندي 3 سنين. 3 سنين؟ ما تقوليش كده. امال يا حماتي ما اقولش ازاي؟ انا ما كدبش. اذا كنت ما تكدبيش يبقى على الحساب ده عندك تقريبا 77 سنه. يا اختي الحاج تف من بقى تف تف. لازم بقى جورنال اخبار اليوم. اخبار اليوم ما بقالوش 10 سنين يا ماما. 10؟ لا هم مش 10 الحقيقه. هم اكتر شوية. يكونش جورنال الجمهورية؟ لا. ده بقاله 5 سنين يا ماما. 5 سنين. اهو اي جورنال والسلام. الجرائد كتير. اسمع، هم 35 يزيدوا 10 يخصوا 10 معرفش. مال سن الانوثة الكاملة. روحي اتجوزي يا شيخة وتمتعي وشوفي لك يومين. اقسى عليك يا ماما، بقى لو كنت انت اللي توفيتي يا اختي. عدوي ما تبوقيش في وشي. كان بابا اتجوز غيرك؟ والنبي كان عمل دخلته قبل 40. اش عرفك انت بخيانة الرجالة؟ هيسأليني عليهم انا. انا مكوية ومشوية، ده جنس الراجل من دول. يا ناري ما ايدي تمسكه. يا ناري ما شوفه قدامي. لاخده بالحضن. اما قوم الم هدومي تعالى وليهم لي من الدولاب يا سهير تعالي. يا ماما ودي وشي فين من الناس تتجوزي؟ ادي اللي كان ناقص. يا اختي بلاش لك. امال فلسطين هي جريمه؟ قالش عملت الحره؟ قال اتجوزي. هو الجواز عيب يا بنتي؟ يا سلام. ابدا. ايه سعدت بيه؟ ايه الاستاذ قرقيش جه، خليه يتفضل. لا يا سعدت بيه. الست ازهار غانم قالت لي اتاكد اذا كنت سعادتك قاعد لوحدك ولا لا. طب اسمع، خليها تتفضل بس ما تديش خبر لحد. يلا. طمني طمني، القضية تم فيها ايه؟ حصل فيها ايه؟ حكموا ما حكموش؟ اتأجلت ايه؟ مش عرفني لسه، المحامي ما جاش في الجلسة. وانت سايب الجلسة وقاعد هنا؟ يا دمك يا برودك يا جبلتك، ما حضرتش الجلسة؟ انا احضر جلسة على ليه في محكمة الجنح واقف في قفص المتهمين. ولما سعادتك مستعد تقف قفص المتهمين كنت بتعمل عاملة المنيلة دي ليه؟ مش حضرتك سبب المصيبة؟ مش انت اللي جريتيني على السينما؟ طيب انا جريتك على السينما، قلت لك تضرب الناس. ما فضلتيش تزن لي. مش شايفه؟ مش شايفه طبعا. مش شايفه قدامي راجل طوله 3 متر ولابس لي بنطه قد الكرنب. انت لازم تمد ايدك تقلعها له بالعافيه. طيب انا قلعتها له بالعافيه، تتدخل انت ليه؟ شتمك يا ست هاني وانا ما خلصنيش. يا سلام، تضربه قلم تنزله 3 دروس. هيك دمك. طب ده هيك دمك. والشويش كان عمل لك ايه؟ شدني من الكرافات عايز يطلع لي بره. تضربه بنيه تطبق له مناخيره. ما كانش يمكن يعمل غير كده. برافو عليك، شاطر يا بيه، جدع. ولا تعملش حساب واحده ست متجوزه وجوزها يبقى ابن عم مراتك. اذا ظهرت فضيحه زي دي شوف مخازي يبقى جنسه ايه. فضيحه ايه؟ مهربتي حضرتك وانا اللي شرفت في الكراكون. لا والله كنت عاوزني كمان انا اسمك في التخشيبه. قلت ايه لحامك في الحكايه دي؟ اسمي يا بيه لما ينزلك النهارده في المحكمه قدام كل من كان توصل الحكايه دي لجوزي ومراتك تاخد خبر. اسمك يا ستي ما تذكرش في المحضر. المحضر شيء والمحكمه شيء ثاني يا بيه. منين افهم ان النيابه ما عملتش تحريات ثانيه؟ انا عملت اللي عليا وخلاص، غير كده انا مش مسؤول. مش مسؤول. شاطر بس تاكل عالي وتدحلب عليها وتوقعني في شبكتك السودا ومش مسؤول. مش فاكر لما كنت تقعد تعيط قدامي بالساعه والاثنين والثلاثه؟ نسيت اوام لطعتك تحت البلكونه في عز المطر في انتظار اني احن عليك وابل ريقك ببصه واحده؟ خلاص كنت دبدسه مش مسؤول. ايه بقى؟ مش انت اللي فضلت تلعبي عليا زي الحاوي؟ تتمسكلي لي دور وتتغندري لي دور لحد ما سحرتيني بنعوميتك اللي زي نعوميه القطط. كنت مجنونة، كنت مغفلة على ايه كده؟
انا يعجبني الراجل الصريح، الراجل على حقيقته من غير رتوش، الراجل بكل اوصافه بكل عيوبه، وحش ومعتز بوحشته، بسيط ومعتز برجولته، منظره بيساواش حد بيتكلمش عن نفسه، لكن اذا قعد مع ست سحرها بظروفه وانسانيته مستحيل يقول لها بحبك، انما عينيه بتناجيها وتبادلها بابلغ ايات الحب وافظع عبارات الرغبه والتمني. على كل حال احنا صرحنا قوي، خلينا في المهم. المحامي ده اللي انت موكله في القضيه بتاعتك شاطر يعني ولا لا؟ شاطر ولا حاجه، انما يعني مدايه لا تضرب مع لخمه يا مدحت وتحكم عليك وتبقى مصيبه. ايه لغايه ما فيها هيكون ايه يعني؟ مش غرامه حاجه بسيطه بس. ايه في حد بره؟ انا عازم جنبك في الجنينه. طب بتفوت عليا قبل ما تروحي. اوكي يا جدع، بقول لك مساله مستعجله، مساله في غايه الاهميه. يا معدي البيت. ايه يا عم؟ واحد ببهدل وعايز يقابل سعادتك بالعافيه. عافيه عليه يا خدام انت، عافيه عليه. انا مسكت في خناقك، ضربتك في شلوت، بس انا بقول لك في غايه الاهميه. طب ولزوم هو ايه ده كله؟ داخلني كده واعمل لك شرشره وهدوره ولا كانك في بيت ابوك، مع اني ما اعرفش حضرتك. شايف؟ سامع الادب؟ شايف المقابله الشرحه؟ مع انه بيظن انه ما عرفنيش، مع ذلك هيشيلني هو من على الارض شيل. امشي غور. اراك سعيد يا جدع انت راخر. زي الصحة. أول شيء من فضلك تبطل التكليف في مسائل الإكرام. أطلب قهوة، أطلب شاي، أطلب أنا بنفسي. أه وأنا غريب؟ أنت عادي خدامة اللي هناك. خليهم يعملوا لي واحد سكر على الريحة. بسرعة، بنة إيد. أيوة، أنا هنا في بيتي تمام. طيبوني يا واد يا بيت حق. طيبوني. إيه هو ده؟ أنا بستعجب، جبلات إيه اللي بتنحدف عليا في الأيام المنحسة دي؟ أي بنفسك تطلب سمي هاري في جتتك؟ مع إني ما أعرفكش. لا حول الله يا رب، لا حول الله. برضه غباوتك بتاعت زمان هي هي. اغص عليك هم والله. قوم اطلع بره. يلا سوى ده. يلا اطلع بره. خلاص اختشي. يلا اغص خيبة الله عليك. يا خسارة الفلوس اللي ضاعت من جيب حافظ باشا ابوك. الفتحة هروح يا حافظ باشا. انا باين حدب بصوابعي في حبابي عينيك. اختشي، اتكلم بأدب، خلي عندك أدب. مفيش لزوم خارج بنفسي. اعوذ بالله. اغص اغص. الحلم سيد الاخلاق. تعلقوا يفط كلها كدب في كدب. ايه بتغشوا الناس؟ ما تنزلوها احسن. انتوا تعرفوا معنى الحلم يا غشاشين يا كدابين؟ اما والله تلاقيح بالشكل ده ما شفتش ابدا. داخل في بيت ما تعرفوش، عمال توسخ في الفاظك وتعفش بصفه ايه مانيش فاهم. من عشم يا سعاده البيت، فين العشم؟ يا سلام، عشمك بتاع ايه؟ اغص خيبه الله عليك. يا صاحبي ايه اللي ما اعرفك اللي ما شفتك؟ لا كذاب حضرتك، تعرفني كويس، تعرفني حق المعرفه كمان. عجيبه، بالعافيه بالزور بالنبوت. مش بالعافيه ولا بالنبوت، مدرسه الارابيه يا سيدنا البيت. الارابيه سنه 1929 يا سعاده البيت. 29 امشي لعبد الجواد الضو يا زلط. شير عبد الجواد الضو اللي كان هالي سلسله ظهرك ببوس جزمته. سنه ثانيه فصل رابع يا تنبل يا بنيه. رابع اللي كان يشوفك ملبوخ في امتحان الجغرافيا. أيوة. تفوت لك الخرطه من تحت الدرج يا تنبل. اللي كان يكتب لك واجباتك كلها ثم ما كانش لاقي معاك في الاجره. الصفحه بنكله واحده. نكله واحده قليل الخير يا ناكر الجميل. والهربه كنت تلحم في الاجره كان يغزك في قفاك بسجن الريشه ينططك يا خنزقور يا بليه. ايوه امشير. امشير يا طوبه امشير. ازيك يا بيت حاتم؟ ايوه كده تعيد يا اخي. انت كمان اتغيرت كده. ايوه احلويت شويه. هدوم صيفي بقى هنعمل ايه؟ ايه فين الايام؟ دنيا دنيا عماله تضرب تقلب. لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. النهارده فوق بكره تحت وهي سايره. اذا ما كنت ذا قلب قنوع. ايوه فانت ومالك الدنيا سواء. مظبوط كده، انا دلوقتي ومالك عمارات الاموبيليا سواء. ولو انه كد في كد لكن هو شاعر والسلام. وحشني يا حرام الاساتيك والمساطر. جاب حمراتي في لعب البيل. يلا حرام اليمك اللي كنت تشيل من حلة الرز وتعبي في جيوبك. انت نسيت العلقة اللي خبطناها لك في المطبخ يوم ما سرقت البرتقال وطفحناها لك ضرب في جدتك. كانت أيام حلوة والله يا مدحت. ما تتعوضش يا مشير. إنما تعالى هنا يا ناكر الخير أنت. بقى المدة الطويلة دي كلها غايب عن خلقتك. لا تسأل ولا تبحث إذا كنت عايش ولا ميت. أنا اتأخرت عنك يا مشير، أنا كنت أعرف لك طريق عنوان. والله بقى عنوان إن جيت الحق زي الزمان تمام. يتغير كل أربع أيام مرة. وساعات في عنوان وساعات ما فيش عنوان وهي بتفوت. نائن عن الاهل صفر الكف منفرده وهي صفر الكف دي مكفراني انا في عشتي. الله ازاي؟ انت مش بتشتغل؟ انت واخد البكالوريا اظن.
بكالوريا؟ انا واخد البكالوريا 16 مره. وايه 16 مره؟ ايوه 16 مره. نجحت في 16 امتحان بكالوريا باسامي جماعه اغنياء ولاد زواج زي حالاتك. كنت باخد على كل امتحان منهم 26 جنيه كده كده. ثم اخدت 4 مرات ليسانس معلمين. تصور يا مدحت يا اخويا، لبست مره جبه وعمه وقفطان ونجحت في امتحان الفقه والتشريع بدل الكشسونجر المحامي الشرعي اللي في العتبه الخضراء. شوف النهارده صيته قد ايه في البلد. ومع ذلك ما رضيش يشغلني عنده كاتب بسيط. ازاي ما عنديش شهادات انت؟ انت اللي واخد كل شهادات البلد. ما كانش عندي وقت اخد حاجه لنفسي ابدا. على كده كنت عاملها صنعة. والله إرادها كان كويس يا مدحت، إنما جت لحد الآخر ولبخت خالص. إزاي؟ أولا ما بقاش فيه مدرس في وزارة المعارف ما عرفش كلقتي ضروري. ثم كنت هطب بقى أخيرا في حتة الداهية. خبر إيه احكيلي؟ قصدوني يا سيدي أخش امتحان الابتدائية بدل عيل عنده 9 سنين. حلقت شعر نمرة 1 ولبست بنطلون شورت وسحبت معاه المسطرة والأستيكة والنشافة. جاي داخل على باب اللجنة كانوا هيودوني في 60 داهية. طبعا يا أخي بسنك ده وشكلك ده داخل تستعماهم بدل عيل عنده 9 سنين. ده أنت على كده عشتك كلها تشرد في تشرد. لا لا. في تشرد. مش قصدي أقول هو كده، أنت غريب قول كده. طيب يا أخي ما تنظمش عشتك ليه؟ أنت مش متجوز؟ مين ده؟ أنت متجوز؟ أنا؟ ده أنت في نومة بقى. أنا ما اتجوزش يا أبدا. ليه؟ ما بتحبش الستات؟ أنا؟ ده أنا أموت في الستات. ده روح يتسرع لما اشوف من بعيد منظر ستات. انا ما بحبش الستات. يا اخي يو 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 يو. طب ما تتجوز. اتجوز انهي فيهم؟ الطويله ولا القصيره؟ التخينه ولا الرفيعه؟ اللي تعجبك فيهم. كلهم يعجبوني. انت مش تحب الفاكهه؟ ايه فيها يعجبك اكتر؟ كمثرى. لما تفضل طول حياتك تاكل كمثرى في كمثرى في كمثرى وتنحرم من لذه الاصناف الثانيه تبقى مغفل ولا لا؟ اظن كده. عشان كده انا يا ستي مغفل ما اتجوزش ابدا. ايه كمثرى وبس؟ ليه كروديا دي مش مشه دي خوخه برتقاله برضو كويسه خياره برضو اضطر القلب مش بطال. انا بحبش الستات يا اخي. يوه 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 ايه هو ده خيالت عليا. انا خصلتي كده يا مدحت كل ما اجيب سيرتهم او اسمع ضحكتهم يا اخي يوه 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 يوه. الله يجازيك يا بعيد طول عمرك وانت قرد مسلسل. سبحان من جمعنا على بعض يا مشير بعد الغيبه الطويله دي. على فكره انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ انا يا سيدي بشتغل مستشار. مستشار؟ ايوه. فين؟ في المحكمه؟ محكمه ايه صلى على النبي؟ في قهوه اسطنبول. مستشار في قهوه اسطنبول؟ للزباين اللي قاعدين في القهوه. واحد زي حالاتك قاعد في القهوه كفران من مراته وحماتهم ده ياخد رايي. وبتكسب كتير؟ والله مش بطاله شيشه حمي سيجاره. لا ما تزعلش انا واخد على كده من زمان. بلك انت انا بلف على عنوان بيتكم ده من الساعة كام؟ من الساعة 7 صباحا. يا سامعك بتقول للخدام مسألة مستعجلة. لا مستعجلة ولا حاجة. امال ايه؟ بس كل مسألة على واحد صاحبي يطلع يا نايم يا في الحمام. خفت اقول للخدام عايزك في مسألة بسيطة تطلع انت راخر زيهم يا نايم يا في الحمام. قلت له عايزك في مسألة مستعجلة. عمري يا اخي ما سألت على واحد صاحبي طلع موجود في بيته ابدا. حمزة بيه فت عليه 9 مرات في يوم واحد. طلع 9 مرات في الحمام. اعمل له ايه؟ طيب وايه اللي اقدر انفعك فيه؟ والله يا مدحت شغلانه كده تلزيقه. تلزيقه ايه؟ انا اقول لك انت مش لزمك هنا سكرتير. اعمل به ايه؟ اقل ما فيها تجيلك تلاقيح بلاوي زي حالاتي اعرف اوزعهم كويس. والله اسمع. اسمع ايه؟ انت هيلزمك ايه في الدنيا اكتر من لقمه نظيفه؟ رضا. علبه سجاير في جيبك. نغنغه. قرشين على قد القد. خدامك ومحسوب. في عندنا هنا وليه منكسره من الشام. ايوه. وصاحبه قرشين. ايوه. ونفسها في الدنيا. ايوه. تحب لها راجل ابن حلال يكون يكون ايه؟ جوزها. جوزها اخ. باظت الشغله بحالها. ليه؟ ما انا قلت لك اخي ما اتجوزش يا ابدا. يا سيدي مش ضروري تتجوزها. امال هتاكدني مناسبه ايه؟ اوعدها بالجواز في المستقبل. كلمك كلمتين والسلام. كلام يعني؟ غلبه. لا فين هي؟ انت شوف بالك. شوف شوف في رصيد كده هشوف خاطرك بمبلغ مش بطال. تشكر. عبده. عبده. يا عبده. فندم. ولد يا عبده. فندم. بيه كلم سيدك. اسمع يا عبده روح عند اهلي مريم. حاضر. مريم؟ هي اسمها مريم؟ ايوه. لدينا كتكوت. أيوة اسمها صريخه. أيوة. وعشاريه ومهوده وبتاخدها ما هي 5 جنيه. ما هي؟ هي بتشتغل ايه؟ طباخه. طباخه؟ يا اخي نوع الوظيفه ارديح شويه. هغاسل انا طباخه. بس عبيط. بس يعني خد ريال اهو من تحت الحساب. الجايات كتير. انت عليك توعدها بالجواز وانا هدي لك جنيه جنيه بوشه. والله بوشه لا بظهره زي بعضه وهو كله نعمه. خاطرك يا معلم. اخص ايدي. العشر الطويل ما بتهون علي لكن ما بدي
لا 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 عيب يا مريم، ما يصحش يا مريم. عيب. مريم؟ اه دي مريم؟ خد الريال بتاعك اهو، خد يا عم خد، اسمع كلامي، خد الريال اهو. لا ما ينفعش الشغل ده، بس اسمع الريال اهو. ايه بس؟ انا اشحط لك فوق ريال، بس خد. ما ينفعش يا حبيبي، نقص الوشاه. بس اقعد 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 يا اخي، اقعد 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 يا بني ادم. الله، ايه هو ده؟ ترفضك ازاي؟ انت بطال، انت وحش، احنا نكلمها لك يا اخي. بقى يا مريم يا بنت الحلال، عديني يا العم، تقدرني يا معلم. يا ده ما تنفعش، اقعد فارق. طب ما تنفعش ابدا، حرام عليك. خد اتفضل، يلا بس خليها ما تتكلمش. طيب بقى يا ستي، حضرته أمشير أفندي عبد الجواد من أعز أصحابي. يا قلبي وجع قلبك. لا بعدين معاك يا بني آدم، ما ينفعش والله. اتفضل. ما ينفعش يا بنتي. وشه؟ اه بوشه. اقعد. بقى يا ستي، أمشير أفندي كان مكسوف إنه يفتحني في مسألة جوازك. إيه لا تجرحها يا معلم، مخجولة يا غولة. لا ما ينفعش يا بني آدم. اقعد بس، اقعد حرام عليك. طول بالك دلوقتي هيئك يا رب، طول بالك. بقى يا ستي، اصل امشير افندي كان فايت من مده كام يوم تحت في الشارع وانت بتجور الغسيل في البلكونه، رفع عينيه شافك وانت في البلكونه عدوك، بقى يتلفت حواليه يدور على فله ورده يحدفك بيها. ما لقيتش غير طوبه كنت عايز افتح بيها نافوخي. يا بس بسانجي، يا ابن يا بنت ام ايه؟ يا بكريت السيد قشطه. تعال تعال هنا. راح فين؟ هتسيبني لوحدها ولا ايه؟ خلاص اسمع، خلص الشغلانه انت، بس كلمها كلمها. الكلام ما بيطلعش بالفلوس، ما تدفعش كويس يا اخي. خلص انت الشغلانه ولا هدي لك 5 جنيه بحالها. 5 جنيه؟ اه حاضر. بس خلاص انا اطمنت عليك يا امشير افندي، ده لقطه، ده سكره. ايه بدي ارقص يا معلم، بدي ارقص يا معلم، بدي ارقص. بعدين بقى بس استوب. عندك عندك عندك. بسم الله ما شاء الله يا اختي، بسم الله ما شاء الله. قولي لي يا اختي، انت حكايتك ايه؟ امك كانت بترضعك ايه؟ فته الدم زنطرة. ايه ده كله يا وليه؟ هاي دي منغشي منغشي. كل دي منغشة؟ ايه. وانت شو كانت امك ترضعك؟ رز بحليب؟ هاي دي منغشة منغشة. ايه هاي دي منيحة مثل العسل. استني بقى عليا، اما كنت اشبعك منغشة لحد ما ضحضع عظم ابوك ما بقاش انا. قلي قلي يا غزال الفلا. نعم نعم يا جاموسة البحر. حكاية الزواج ما إلك سابقة؟ سابقة؟ لا، أنت أول سابقة ليا في دنيتي. إمك عايشة؟ أنا بقول لك بكل حرية، ما بقدر أعيش مع حما. وعشان إيه حما يا أخي؟ ده أنت لوحدك عصبة حماوات أهو. استنى عليا. كلك كلك حسن في حسن. تمك ماله يا أخي؟ تمك مثل علبة السردين الغالية. يا سلام على الأوصاف البليغة. طيب بقك شو؟ زي بوابة المتولي. عصايا يا اخواتي عصايا. ايوه تعال يا اخي تعال، انت خدت بفلوسك وزيادة كمان. يظهر ان العواطف واخده حدها معاكم قوي. ايه يا معلمي، هيدا بزيت ومعبود احلامي، ساعه معه بنسى فيها هموم العالم باجمعه، ما بفتكر فقط الا بسحر الجمال، تغريد الطيور على غصون الزيزفون. عظيم عظيم، انا كنت فاهم انها هتخطف قلبك. دي ده هتخطف روحي. انتي في اي ساعه في اي دقيقه تعطيني شي رندفو تنتقابل سوا على باب جنينه الاسماك. وعشان ايه جنينه الاسماك؟ الاسماك ذنبهم ايه؟ شوفوا خلقتك الحلوه. تي الواحد يستناك على باب المحافظه، على باب اللومان. يلا 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 يا مريم على جوه. يلا روح يلا على جوه. يلا يلا هو هيروح فين؟ ما هو تملي هنا. يلا على المطبخ. الى الملتقى يا شحروري. طب بس يلا الى الملتقى يا ملاكي. رايحه
المطبخ. ايوه احسن، روحي على المطبخ. عاجبك كده كويس يعني؟ مبسوط يا استاذ العيش عوق كده؟ انت مستني حد ولا ايه؟ ايوه معاك بيني وبين واحد. اذا بقى استاذن بقى، سلام عليكم. ابو اخزه مشينا فندي هي. لا هفوت عليك وقت تاني شويه يعني. معلش تشكر قوي قوي. سلام عليكم. يا سعاده في ايدك ايدك، انا يا دوبك خارج من المحكمه وحطيت ديلي في اسناني وعلى هنا عيني. ايه ده يا فندي ده؟ اطمن اطمن ما تحملش هم. إيه؟ ده انا وقفت لك المحكمه على رجلي. طب وانا مالي انا؟ خير تعالى احكي لي ايه اللي شم في القضيه. امال ايد مين اللي كانت في ايدي دي؟ ده يا فندم ده ايه وغيره ايه؟ لما انت مش المقصود لا بالكلام ولا بالتحيه يا سيدنا الافندي، تمد ايدك في ايدي بكل تلامة ليه؟ انت خطفتها مني خطف. خطفتها خطأ، خطفتها باعتبارك متحد بيت شماتين. وانا علامك ايه؟ فانوس على نافوخي؟ كنت لبيتني. انا لحقت. كنت لفت نظري. انت خليتني وقت. كنت سحبت ايدك من ايدي. انت مكلمش فيها كماشة اسحبها ازاي؟ كماشة ايه يا راجل انت يا طويل اللسان؟ لا من فضلك افتشي، احفظ ادبك. خلاص بقى لايمها، لايمها امشير. امشير؟ اسم حضرته امشير. اسم بارد على مسمى ابرد. ابرد وبعدين بقى في الكلام الفارغ بتاعك ده؟ ابرد ازاي يا راجل انت يا قليل الحياه؟ عيب يا مشير، عيب ما يصحش. ده الاستاذ، الاستاذ قرعيش. قرعيش؟ أيوة. اسمه قرعيش ولا مش عاجبه امشير؟ ايوه المحامي. محامي؟ محامي في انهي فرن؟ محامي في انهي مخبز؟ اخرس اخرس يا سائع يا مستهوي يا رجل. بص يا محروق يا مفتفت يا باين. يا عبيد الرمالي وبعدين بقى خلاص بقى. قذر متبذل يا سوقي يا سوقي. انا سوقي؟ انا سوقي يا متبذل؟ اذا كانت طباعه طباعه سوء فلا ادبا يفيد ولا اديبه. اخرس يا حنظل، هيهات تجلس الكرم من حنظل، فالشيء يرجع في المذاق الاصلي. بص يا جيفه في حفره كريهه الروائح، من اين تغدو صالحا والغرس ليس بصالح. ايه هو ده؟ انتوا هترتاحوا لبعض بالشعر ولا ايه؟ ما تتلاقي بقى يا اخي مع السلامه. اعذرني يا مدحت بيه، ما كانش صح اعفش في بيتك بالكلام الفارغ ده، لكن اعذرني انا متبذل. ايه خلاص ايه؟ شوش اطاعت الارض السماء سفاهة وقال الدجى للبدر لونك حائله. اوعى بقى يا اخي، فاضل بيت واحد. اسمع مثل. اسمع، ما خير في نطع تناسل من نطع نفسها. حافظها منين الاشعار دي كلها ومش لاقي ياكل؟ ازاي يا مدحت بيه تسمح يخش بيتك المحترم زعارف من هذا النوع المتسفل؟ خلاص يا مدحت انتهي، احكي احكي لي ايه اللي تم في القضيه. انهي قضيه وانهي زفت ازرق بقى؟ معلش دمي متهيج، افكاري كلها تعربت. استغفر الله العظيم يا رب. نودي يا سيدي على قضيتك. ايوه. فانبريت انا من بين مقاعد المحامين واعلنت حضوري عن شخص. كويس. وقام وكيل النيابه ولبس طربوشه الاحمر واتسع بشريطه الاخضر. احمر ولا اخضر يا استاذ؟ وصلني للحكم ارجوك. باجي لك. حتى انا مروحه. تروحي ازاي؟ اتفضلي. الاستاذ قرقيش جاي من المحكمه لسه من الجلسه. اتفضلي. اهلا سعيد يا استاذ. اهلا وسهلا، حصل لنا الشرف يا ست هانم. ان شاء الله كده يكون خير. لا اطمنوا اطمنوا سليمه، ما تحملوش هم. ايوه يا سيدي، وكيل النيابه لبس الطربوش الاحمر ولا الشريف؟ نتكلم عن كده في يا سيدي مش وقت. لا 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 اتفضل يا استاذ، انا فاهمه كل تفاصيل القضيه. اذا فلا مانع. ايوه اتفضل. بدا يا سيدي وكيل النيابه في سرد تفاصيل الواقعه سردا كان محل اعجاب الحاضرين، وسلق رجال البوليس بالسنه حداد على انهم اهملوا فلم يعثروا على هذه السيده التي كانت مع المتهم اللي هو حضرتك. أيوة. والتي كانت هي سببا في كل هذه الفضيحه الشنعاء. كويس خلاص، اتفرج على الجواز قدام الناس. ايوه. فانبريت انا بخطوات معتدلة. أيوة. إلى أن وصلت إلى منصة القضاء. أيوة. ثم لبست روب الدفاع. دي ما هو مفهوم يا أستاذ، أنت كنت هتترفع بمايو؟ واستهللت المرافعة بحماسة متقدة بادئا بهذه الأبيات. فضل. يا قاضي الحاجات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك
والله يا كنز العدالة إنني قلبا مشوقا لا يروم سواك. الله الله، أنت قلت للقاضي كده؟ أي نعم، لحكمة. حكمة يا أستاذ؟ ده غزا قلبا مشوقا لا يروم سواك، ده كلام يقول روميو تحت بلكونة جولييتا. من الألفاظ الرقيقة يا ست هانم يتولد التأثير على أوتار قلب المحكمة. نهاية وبعدين يا أستاذ. صرخت في هيئة المحكمة، أيوة يا حضرة القاضي، كيف تؤاخذون هذا المتهم وهو لا محل لمؤاخذة؟ عال كده كويس، مدحت بيك الشماسير. أيوة. يا حضرة القاضي، نشأ مهملا الله. وعاش مهملا في عائلة مضطربة ووسط موبوء بالنورستانيا والهستيريا والخلل، فورث الجنون عن والديه الكريمين. وكريمين على ايه بقى؟ ولم يكتف المسكين بذلك، بل زاد الطين بلة فأدمن على تعاطي المخدرات والمسكرات. ده كلام برضو؟ حتى دنت به أقدامه إلى هذه الجريمة الشنعاء، فدفعه طيار نزواته فهوى إلى قاع أعماقها كالحجر الأصم تقذفه أيض الصبية وهو لا يدري إلى أين. الله أكبر، اللي هو أنا. هذا هو موكلي يا حضرة القاضي. السلام. تصرف كيفما شئت فيه، ولا تنسى أن المجنون معذور في كل تصرفاته. فالعقاب في المجنون عبث، والضرب في الميت حرام، والرحمة فوق العدل. أفندم رحمتي الله لا يكسبك الحكم. أنا في محل القاضي بعد مرافعة زي دي لازم أحكم بالإعدام. الحكم من فضل. لا تطمنوا، جت سليمة، رافت المحكمة وحكمت فاضل. إيه 30 30 يوم سجن. أنت بتقول إيه 30 يوم سجن؟ عفتك من المصاريف، سجن بسيط من غير تشغيل، حكم مشمول بالنفس. تجلد، اعتصم بالصبر والثبات. شايفة ست المصيبة اللي جابها لي المحامي الفصيح البليغ ويقول لي تجلد واعتصم بالصبر والثبات؟ 30 يوم. أمال إزاي يا عائشة فندي بتقول إن القاضي يبقى قريبك؟ ما أنا قالوا يا ستي وجابوا بداله واحد اسمه إسماعيل به جرجير، ده من شدته بيسموه وحش المحاكم. لا ونسيت أقول لك كمان، سعادتك لازم تقدم نفسك لمأمور سجن أرميدان النهاردة قبل الساعة 6 بعد الظهر. تعال هنا ست بتاعته في عينك، ناولني الدرع اللي عندك ده. عيني مدحت مدحت. فوق يا حبيبي فوق، ما تعملش في نفسك كده يا مدحت. فوق يا حبيبي. هو فين الدور؟ ده هي تعميك اكتر ما انت اعمى. فوق يا حبيبي فوق. فوق يا مدحت فوق، ما تعملش في نفسك كده. خدي ادلوي عليه ميه غرقيه. انا غرقت اهو. قول لي يا استاذ ارجوك، مش ممكن يعني نشوف طريقة نهرب بيها؟ تهرب جريمة أخرى. نأجل التنفيذ شوية ولا أي حاجة، أعمل معروف لحد ما أرد أموري. حكم نهائي لا رجوع فيه. والله من الصعب جدا، ولكن ربما نهتدي إلى طريقة. نقدم لك شهادة مرضية للنيابة بأن صحتك في غاية من الخطورة، ويمكن بالطريقة دي نكسب لنا كم يوم. أنا أعرف الدكتور زعراب. زعراب معرفة قديمة. في دكتور زعراب. ويجوز يخدمنا في الحق. هو التليفون بتاعك بره البيت، في تليفون مش ضروري هنا عادي. أجي أمشي هم السجن للدرجة دي. يا سكين يا مدحت، مين عارف المسألة هترسي ويا الإيه؟ هيقول إيه لمراته؟ هيقول إيه لحماته؟ أنا كنت ناشفة معاه قوي، بس لو كنت أقدر أواسيه. عزيزي مدحت، تشجع، قلبي يتبعك في محنتك، عذابك الآن هو عذابي، ثق أن فؤادي يشارك فؤادي. كل مرة هتفتحني ما احضرش، هو في تكليف بينا يا خبر زي بعضه؟ يا مؤاخذة ست هاني، الخدام هو اللي قال لي خش، لما أنت يا خدام فاهم في ستات قاعدين هنا. لا يا فندم مفيش حاجة، اتفضل اتفضل. ازاي مفيش حاجة؟ مفيش حاجة ازاي؟ مفيش حاجة ازاي؟ بيوتنا اتيكيتنا احتراب، أنا مكسوف والله يا اخواتي. أودي وشي فين بس؟ أودي وشي فين؟ أودي وشي فين أنا بس؟ أودي وشي فين؟ أرجوك يا ست هاني بعدم المؤاخذة. لا يا فندم مفيش حاجة، اتفضل. العفو، ده تنازل، ده لطف، ده تسامح. في جحيم من القبل. لا مؤاخذة ست هاني، أنا صوتي جحاشي شوية وحمال أنا عارف، لكن بيضربني أنا شخصياً. تقليعي فيا يا أختي دي، حضرتك من أصحاب مدحت بيه؟ أيوة ست هاني مصاحبه، إحنا قد كده سنفسه. هو يجي يتغدى عندي، اجي اشرب كوكتيل عنده، مفيش مانع سنفسه. وحضرتك بقى من اصحابه برضه؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا
لا الواد ده في تنقية أصحابه مفيش أظرف من كده، مفيش ألطف من كده، مفيش أحلى من كده. إيه إحنا في الشتاء حضرتك حران؟ داخليا بس يا ستان. حمو وجوف، حمو وجوف، حمو وجوف. أنت بتهوي على وشك. أنا عارف بقى، ما الواحد لما يكون قدامه حاجة حلوة كده يعني ومشبركة ومحبركة يوم يعني من شدة ال من يوه يوه. لا أنا شايفة إنه إنه يا ستان يعني شوية شوية هتبقى بصبصة. وماله يجرى إيه؟ يجرى إيه إزاي؟ بصبصة لصنع الله يا ستان. هو الإنسان ده إيه؟ حجر؟ دبش؟ صنم؟ الواحد بيشوف في الشارع عمارة كويسة بقول عفاني مع المهندس اللي عملها، عايزاني دلوقتي اشوف احلى واحدة ولا يو لا دي قلة ادب بقى. لا يا فندم الادب محفوظ، انما انا راجل مؤمن، انا احب ربنا واللي بيعمله ربنا. يا سلام يا سلام، سبحان الخلاق العظيم يا ناس. ده ايه ده كله ما ابدع حياتك يا رب. لحد كده وكفايه بقى. بكلم ربنا يا ست هانم دي بقى. يا عالم ارحموا الناس، ارحموا الناس. يو لا ده انت زودتها قوي. ما انت كمان زودتيها خالص، معموله بشكل وحش قوي. عينين بتضرب رصاص ومناخير معرفش قد ايه، وبقى كده حلتوز ومنتوز. يوه 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 يوه. تزعلي بقى ولا يهمك، ازعلي زي ما انت عايزه. الله، ما هو الغريب انه ما ينزعلش منك انت ابدا. ارطف بعبيدك يا رب. تسمع من فضلك تناولني كوبايه ميه. ايه تستحمي بيها يا ستارم؟ لا يا اخوي اشرب. ما انا بهزر، اصل انا بهزر. يا نهار اسود ومنهي، هو المطبخ فين بتاعهم ده؟ يطلع فين المطبخ ده؟ هو المطبخ فين؟ فين المطبخ ده؟ انت مخلوق عجيب خالص. الى حضرة مدحت بيك الشماشيري خصوصي. مفيش فايده. مدحت احكي لي يا حبيبي ايه اللي تم يا مدحت؟ الدكتور كتب شهاده ما انسجمتش النهارده، هنسجم بكره. قد ايه انا متاثره لحالتك يا عزيز، لكن برضه ما تكلش، يمكن في ظروف غير منتظره. انا مش هقدر استنى زياده عن كده، يبقى طمني اعملي تليفون في البيت. سيدي حيلك يا مدحت. افوا مع السلامه. في جحيم من القبل. قبل في جحيم من القبل. ايه هو ده؟ انت كل ساعه والتاني هتقعد تنط لي في البيت، ما كانتش معرفه دي. بص ما تسخطش، اتكلم بأدب. خد خد الزفت الريال بتاعك. مش عايزه خليها لك. مش عايزه ايه؟ براني تقول لي مش عايزه؟ ولا واخده منك شحاته ولا واخده منك شقه عافيه؟ شقه عافيه ليه؟ كنت شغلتك في الحجر اني الاقدر. انا عندك كسر زلط في المنطره اهون عليا من الدلع بتاع المباكير بتاعتكم اللي هنا. اسمع مشير. ايه انا خطر في بالي موضوع. ايه؟ انت هتغتني، هتنجلي، هتذبحني. خدامك مسوق. اسيبك كوبايه المايه دي وتعالى جنب اوام. تعالى لي تعالى. ايه رايك يا حظ في اللي يسبب لك في قبضيه 500 جنيه؟ يخرب عقلك. كلمني بشويش. يخرب عقلك. انت مش فهمتني انه سبق لك قدمت نفسك في شغلانات باسم ناس غيرك؟ ايوه. ومشيت في مساله تزوير يعني؟ لا تزوير لا. اه الشغله من النوع ده ب 500 جنيه؟ اه. انت عاوز شهاده منين؟ من اوكسفورد؟ شهاده ايه؟ مش فاهمني. فاهمني. انا اصلي ابتليت بمساله اتحكم عليا فيها ب 30 يوم سجن. يا وعيتك بطينه. وطي صوتك. يا وعيتك بطينه. قعدت ادور في مخي اعمل ايه، اسوي ايه. لا تعمل ولا تسوي، الحبس مش ممكن. ليه؟ اسمي عيلتي مراتي. فضلت ادور في مخي مين صديق عزيز عندي، مين اخ مخلص يخش السجن بداري لحد ما ايه لقيت حد مغفل. مين ده؟ قلت في عقلي بالي ليه امشير افندي. امشير افندي اللي هو صاحبي العزيز اخويا المخلص، كنا سوا في مدرسه واحده، تختيته جنب تختيتي. اتخذ بره الموضوع هنا خالص. قلت ليه اقصد واحد غريب ولا نفعوش هو بمبلغ كويس هو ده. شعور كويس. انا هلعب انا اخش على ميدان. حط صوتك. انا اخش على ميدان. اقول لك هخليهم لك 600 جنيه. 600 توقف اليوم ب 20 جنيه، النهار ما تطلع من السجن تاخد 500، وادي 100 مؤدب. ايه بطال؟ حاجة قال بطال بس يعني يا اخي ليه الاربعه بتاعتك دي؟ اديني وقت افكر ولا مفيش وقت. انت لازم تسلم نفسك النهارده الساعه 6:30. وليه الهلابه بتاعتكم دي؟ الواحد لا عامل ترتيبه ولا مستعد ولا حاجه. ترتيبك بتاعي هتخش السجن بس ممكن بدي احلق دقني، اخد دش، اعمل اي حاجه. هم هناك هيحلقوا لك ويحموك وكل حاجه ببلاش. اه ما
بس لغايه ما هناك عشان ما تنسيبك انك يعني بيه يلزمك حاجه بدله نظيفه. منين ما انت عارف انا ادي لك من عندي بس خد ال 100 جنيه دول. ايه بقى بس الحكايه بتاعتك دي بس عبده؟ طب اسمع ما اقول لك 500 جنيه اخدهم نهار ما اخرج من السجن عدل، تقول لي بكره تقول لي بعده ما يصحش. ايه عبده؟ عبده افندي بس عبد البيت. ولدي عبده افندي اتكلم. خد حضرته وري له الاوضه بقى بتاعتي وافتح له الدولاب ياخد البدله اللي هو عايزها وابعت لي ست هانم هنا اوام. ايوه اسمع الكلام يلا امشي امشي. اتفضل يا هيثم امشي وريني طريق الباب منين يا خدام. انا اذنك اتفضل. لا خليك قاعد خليك اتفضل مع السلامه. اه من حق ايه؟ خد يا عم. نعم. احنا ساحه البصبصه المنيله على الوليه اللي عندكم سحبنا منكم كام؟ 270 قش. اتفضل عدوهم اهو. مش وقت. لا لا انا راجل صاحب ذمه، انا خدتهم منك ونويت في سري اول ربنا ما يفرجها عليا ارجعهم لك تاني. وربنا فرجها ودخلنا الحبس والقش مع ده. مش وقته بقى. لا لا ما يصحش والله. بعدين اللي بنتحاسب. اعوذ بالله. بشير ده جانا نكده والله. انت عايزني يا مدحت؟ ايوه حبيبتي تعالي. هدومك حضريها حالا للسفر. سفر؟ اه. ليه بمناسبه ايه؟ آه ليله نكون في اسكندريه نصبح بدري نعلم على الباسبورتات واول عبور بحر وعلى بيروت. علشان ايه؟ نغير هوا في لبنان. نغير هوا في لبنان في شهر فبراير؟ صحتي بطاله والدكتور موشني جدا على حالتي. ازاي بس يا مدحت؟ مدحت انا مروحه بقى. تعالى يا اخويا المبوس. تعالى يا ماما اسمعي الخبر الجديد. خبر ايه يا اختي؟ خير ان شاء الله. قال ايه اللي لادي مات في اسكندريه وبكره الصبح على جبل لبنان. يا ندمتي على ايه اللهلبه دي كلها؟ صحتي بطاله يا حماتي، الدكتور دخل يغسل ايديه جوه وماهوش جدا على حد. يا اخويا اقول لك الحق عقلك مش عاجبني. احنا من نص ساعة قاعدين نترجى فيك عشان تسافر ما كنتش راضي. هم لما مرضى دلوقتي ما انتوش عايزيني اسافر. حرام عليكوا صحتي. روح دم. لا ما تقولش اه ولا حاجة. روح دمك سافر مع الف سلامة. تيجي ان شاء الله فايق ورايق وعليك الندى. ايوه ادي احنا يا سيدي. لا اتفضل اتفضل يا دكتور. ما فيش حد غريب يا دكتور. الست حماتي يا دكتور. اه والست مراتك. اه دكتور. ايوه يا دكتور. اه تشرفنا. انا شنطي. ايوه قول لهم دكتور. خليك معايا بس. انا معاك اهو. قول لهم انت حضرتك لما كشفت عليا يا دكتور. ايوه كشفت عليك يا دكتور. لقيت عندي ايه من جنس الامراض؟ ها؟ ايوه لقيت من جنس الامراض. لقيت كتير قوي كتير امراض تاخد اجلك. ايه الحكايه يا سيدي؟ اشرح لهم مش عايزين يصدقوا. لقيت عندي ايه وايه ايوه انا هتكلم اهو. لقيت عنده في البتاع ده هو في ايه الهلس بتاع ده هو. مش عايزين يصدقوا نتيجه الفحص. ما تقول لهم هقول اهو. لقيت عنده في انت قلت لي الطحال. الطحال قلت لك الطحال. طب ما تقول يا اخي ساكت من الصبح. انا قلت له الطحال. الطحال بتاعه مبهدل خالص. منقر كله زي الغربال تمام. وده بقى لكون الميكروبات عماله تولد وتستحبل فيه ايام وليالي. يا ندمتي يا ندمتي. لا وبسمي. كل من فضلك. وده بقى يعوز تغيير هواء قد ايه يا دكتور؟ تغيير هواء؟ شهر. انما شهر ايه؟ شهر بالتمام. شهر ما يزيدش يوم واحد. شهر شهرين. لا شهرين لا المقاوله شهر. اسكت انت. دلوقتي بقى على اذنكم بقى يلا بينا. على ازاي خارج وما حضرتش حاجاتك يا مدحت؟ اصل يا ستي ملزوم اسلمه بايدي لحد المأمور. ايه اللي بتقوله ده؟ مأمور ايه؟ المأمور بتاع الكلوب. بتاع الكلوب بتاع النادي قالوا. يلا يا مريم. نعم. خش ساعديهم في الشنط. شنط على وين عينتيني؟ مسافرين الليله. على وين عينتيني؟ على لبنان لبنان لبنان. لبنان يا فريد الناقص؟ وانت يا مالك لبنان ما بتيجي معنا؟ سيبيها وليها هو الاخر مسافر. على وين عينتيني؟ على ناحية تانية. الله يخرب عقلك. خدني معك. خدني جنبك. يا ريت. ثلاث من أهلك من جوه قلبي. إلهي يجعلك فيها اسم عن قريب يا رب. سلامتك. ده انتي نورتي بيتك. وان شاء الله تكوني انبسطتي في السفرية دي. انبسطتي يا حفيظ يا مام. مريم طلعي الشنطة دي على فوق. عبدو. يا عبدو. ايوه خاله مريم. دخلت الدنيا منك. شيل الشنطه طلعها لفوق. اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. ازيك يا جوز بنتي؟ اهلا. ال 45 يوم دول بمقام 45 سنه. ده انا اللي مشتاق لرؤيتك زي العيال الصغيرين ما يشتاقوا لزمامير العيد تمام. مالكيش عليا حلفان يا حماتي. ساعه ما كنت اسمع صوت العصافير تزقزق افتكر صوتك الحلو. الله يخليك.
والهبابة النورستانية مش الحمد لله زالت؟ لا الحمد لله وباكل وبشرب ومبسوط 24 قراط. إنما أنت طمنيني إيه اللي تم في مسألة القطوط إياه؟ قطوط؟ يا واد اختشي أمال يا شقي. أنا أحضر كاتب الكتاب. هو بسلامة اسم الله عليه، سنه يطلع كده قد إيه؟ مش يدوبك 50 60؟ يا أختي تف من بقك والنبي ما طبق 27 سنة لسه. إيش ده على كده في عز شبابه ده؟ اسكت يا أخويا اسكت. متقطع ومتوصل وزي الشياطين تمام. آخر مرة قابلنا بعض عند تيستك بزر الكتان هانم، بقى قاعد يحددني ويقول لي كلام. العجيبة حماية الجديد ده بحبه بشكل. أحبتك العافية يا أخويا. عايزة أقولك حاجة يا ماما. عايزة إيه؟ عايزة أقولك يا ماما جبتلك حاجة حلوة قوي قوي. معايا وحياتك يا ماما جبتلك روب كده مشغول جميل قوي. أنا بقى المحامي. أيوة قال لي اتفضل. يلا بينا احنا على جوه يا ماما افتحي الشنطة. مدحت من حق انا نسيت اقول لك. خير يا احمد. انا وصفت له البيت وهو جاي يزورنا. سلام حماية الجديد. اهلا وسهلا يا ابني. عال نخشوا بقى على العشاء يا ماما. انتوا الليله دي هتنبسطوا منه قوي يا بنت. اتفضلي يا ماما. اهلا اهلا. الحمد لله بالسلامه يا سعاده البيت. اهلا بالاستاذ. اتفضل اتفضل. الله وعاله الاحباب وتجددت ايام الكنز والتصافي. إياك على الله تكون انبسطت في السفرية الشتوية. احكي لي عمل ايه صاحبنا أبشير في الله؟ هيعمل ايه؟ عمله اسود. ليه بس؟ سبكها الفاجر الملعون وخالت على مصلحة السجون وخرج من 15 يوما صحيحا معافا ممتلئا شحما ولحما كأنه كان محبوسا عند الحاتم. وعلى حسب تعليماتك التلغرافية رحت أنا بنفسي انتظرته عند باب الهباب السجن يوم الإفراج عنه ونولته 300 جنيه من 500 الباقيين له. حار ونار وغضب الجبار في جدته. 300 ازاي يا استاذ؟ انا مش هيعلى 500. ما هو الباقي حجزناهم تحت يدنا مصاريف القضيه ومؤخر الاتعاب. ايوه يا استاذ انا مدي لك الاتعاب والمصاريف مقدم. المرافعه كانت تستاهل اكتر يا مدحت بيه. ده دفاع قانوني كان الاول من نوع. ظهرت النتيجه بسرعه. ودوك لما خد المبلغ ناقص ما قالش حاجه؟ طبعا سب وشتم ولعن وقال كلام بارد زي وشه ولهف اللي اديتهم له من بين صوابعي زي الحدايه الجعانه ما تجيلها في الكتكوت الميت. وبدل ما يقول لي مرسيه اشتبك معايا كما هي عادته في اباحه ورزاله وابيات. ايوه ابيات من الشعر اللي سمعته يا اخوي. اعوذ بالله ده مش بني ادم ابدا. ده من فصيلة الجرذان النجسة يستاهل حش رقبته من شهر. المهم يا أستاذ خلصنا من الورطة المقندلة اللي كان السبب فيها مرافعتك الممتعة البليغة. العفو يا مدحت بيه يا ابني ده واجب. واجب تحبسني. أنا ما أكره علي المديح والإطراء ما أحبهم شيء أبدا. بس ياك على الله بقى تتعظ من المرة دي وتتوب عن حياة الهلس والخبص والفجور. مش خلاص قطعت العلاقات اللي كانت بينك وبين الست دي اللي كنت تعرفها؟ هي دي حاجة أقدر أقطعها بسهولة يا أستاذ. عيب يا ابني عيب. ما يصحش مركزك شرفك كرامتك عائلتك. ايه متحبش مراتك دي؟ مراتك قمر قوي. هو في حد في الدنيا يحب مراته قدي؟ لا ماشي قوي. طب وليه بس كده يا أخي؟ ما كفايه عليك مراتك يا أخي. خصلة فيا؟ خصلة وحشة. ده مش شغلك. الصور وانا في لبنان اتعرفت برقاصه مصريه اسمها سعاد رمى. ما اعرفهاش. دي جريت معاها شويه كلام على موده على فكره اني انسى ازهار برضو ما فيش فايده. عاد يعني نداوي تيفوس بسرطان. ايه التشبيهات البايخه؟ انا مالي اعرف شغلك. انصح الجاهل يا عدي بكره تحط صابع رجليك من الندم. ده الحمار يا سعادة. لا استاذ عيد سعادة البيت. ايوه ست ازهار هاني. ايوه اهلا وسهلا. ايه حضرتها برضو؟ لا انا ما اقدرش اشوف الحال المالي ده واستنى. اسمح لي انسحب حالا. سلام يا سلام يا استاذ. ما حدش بس نهارك سعيد يا استاذ. اي ايه ده؟ نهارنا سعيد مبارك. وحشني قوي يا مدحت كده يا اختي. حل عليا زي القمر.
ايش حالك يا مسكين؟ وحشاني قوي قوي قوي. ان شاء الله ما تشوف وحش. قول لي يا سلام. اقول لك عملت ايه في المده دي كلها؟ مراتك ما عرفتش حاجه؟ ابدا، سفرتها على لبنان ورجعت امبارح بس. ما تاخذنيش يا مدحت، انا ما كنتش قادره اعمل الواجب، لكن اهو السلام بتشيع لا اقدر عليه. قول لي مش وصلتك الحاجات اللي بعتها لك؟ حاجات؟ حاجات ايه؟ كمثرى تفاح الشوكولاته. انت شيعتيهم باسمي على رمضان؟ قال ايه ما وصلتش. لا وصلهم بس لما السجانين اكلوهم في السكه. والله عالي يا مشير الكلب، بنغنغ في تفاح وكمثرى. مخك عشان تبعت لي مع الباش سجان اني ابعت لك جبنه رومي. ايوه كان نفسي فيها جبنه رومي يا ابن القديمه. ومغه يا حلاوه طحنيه. ايوه كانت نفسه مفتوحه. واللي لففني البلد كلها لما طلبت حضرتك لحمه الراس، وادور انا على لحمه الراس وفين وفين لما اعترت فيها. ايه مش عجبتك؟ ايه كانت لذيذه قوي. على كل حال انا ممنون لك جدا يا ازهر. انت لو تفتحي قلبك. لا 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 ارجوك. هو ايه؟ انسى الحكايه دي خالص. انساها ازاي؟ اعتبر ان معرفتنا كانت زي حلم وانتهى. بقى انا انسجن علشانك. كل صراحه كتير عليا ان احط ايدي في ايد واحد كان مسلسل في الكلام. حس كده بقى اسماعيل. مستحيل اقدر اجرس واحد كان بيجرس مسلسل. ايه يا اخي ايه عايزين في ايه؟ واحد بره بيسال عليك يا بيه. واحد؟ شكله ايه ده؟ شكله مبهدل قوي كده والبعيد زي اللي مرسوم على وشه قتيل. حبيت اوزعه شوية كان هيطول لسانه يتراقب. ما قالكش يبقى مين؟ بيقول له كان زميل سعادتك في فين؟ في رمضان. رمضان؟ انا ليا زمان في رمضان؟ قال كده. روح وريني خليته. صوري قال انا ليا زمان في رمضان. لازم واحد من اخوانك اياهم العيش والعدس لوحة. يا ستي ما تصدقيش الكلام. النهاية انا داخل اسلم على سهير عشان ما يصحش ان انا بطل الصبر من غير ما اسلم عليه. طب تبقي تفوتي عليا. مفيش مانع، اتفضل قابل زمايلك زمايل الهنا في جحيم من القبل. احنا ولاد عنبر واحد يا اخ. السلام عليكم. السلام. نعم الله عليك. ايش 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 النبي احسن على التحف المزخرفه ده. ايه ده كله يا هو؟ اللهم زيدوا من نعيم الله. حد يبقى له بيت زينا ويلقحوه هناك في على البرش في رمضان؟ بقى الركب الحلوه اللي تتدفى في السجاجيد النكته دي تتقرفص يا هو على الاسفلت. النبي يا رب لا تجعله حسن. خمسه وخميس انا مات فول. ايه هو حضرتك عاوز حاجه؟ عاوز سلامتك، عاوز روقانك، عاوز الهنا والمنى والتصاف. طيبون. الله سلامات كده. حضرتك عايز مين؟ عايز مين؟ عايز النجا في الوالع الذي لا ينطفى. ينطفى؟ عاوز الورد المفتح الذي لا يتأرطف. عاوز السرقس العتر المجدع الصبوة ابو المدايح الانس. ابو المدايح؟ مدحت بيه الشماشين. النبي يا رب سايق عليك النبي تسمع مني الكلمتين دول. هندزه ابسطه. النبي يا رب ما تحكم عليا ان اخش السجن الا وايدي وايد مدحت بيه في حديد واحد. حضرتك بقى تعرف مدحت بيه؟ اعرفه. الله اللي اعرفه ده صح. زميلي اخويا وزميلي 30 يوم يا حضر تغدينا قروانه واحده ويسقينا كوز واحد. انما كوز ايه؟ مجنظر ومصدي وبالبلد لاحقه. 30 يوم يكفينا عقب سجاره واحد ويعاكن علينا سجان واحد. 30 يوم يشخر جنب مني تشخير ويقلقني طول الليل. حاجه هو انا مؤاخذة نومه تقيل قوي. استحملته كتير صح؟ اخويا وزميلي نمرته ورا نمرتي عيبه. تقرا الدوسيه بتاعه هو 89، الدوسيه بتاعي انا 88. كويس قوي. وحضرتك بقى عاوز تقابله في ايه؟ اسمح لي اقول لك بقى ده تطفل من حضرتك. لا يا شيخ. طيب بقى استدليت على عنوان بيته منين؟ منين؟ من بوق من عظمة لسانه هو اللي وصفولي بذاته. وانا جاي عواله دعاني يا حضرت ومن دوعي فليوجب. يوجب اصل هو طلعوه قبل مني افراج يجي ب 15 يوم.
وساعة ما قلعوا الوردروبة اللي كان لابسها ولبسوه هدومه شوف ابن الأصول. أيوه ما خلصوش أبدا يطلع من السجن إلا لما يفوت عليا. جاني وبست من هنا وبست من هنا وقال لي بقى شوفه جنج وحياة العيش الأسود والملح المقندف اللي جمعنا هنا من غير معاد. يوم ما ينفك سجنك ولا تفوتش عليا في البيت حاز عداوي. أقول لك الحق استأثرت خالص. سلام. خدتها منه جميلة. أمال بني آدم حاضر مستعنيني. مستعنيك قوي قوي. ويا ترى استعنى حد غيرك ولا؟ والله سبحان العالم حاكم هو بحبوح قوي. وحضرتك بقى كان محكوم عليك بكتير؟ خمس حتت. خمس حتت؟ اه. مش فاهم. الحتة عندنا احنا يا ولاد الكارز يعني سنة. كان محكوم عليك بخمس سنين؟ انت على كده ايه؟ لا ابدا ما هو اللي خسر الدنيا كتر الثوابت. اصل محسوبك ولا فخر عنده 25 سابقة. يا نهار اسود 25 سابقة ومستكترينهم عليا. لا شوية. وبسلامته عزم حضرتك عشان تتضيف عنده هنا في البيت. ما تتخضش كده. دي اصلها كلها سوابق خفيفة كده من صنف واحد. حاكم انا ولا مؤاخذة؟ أيوة. نستخصص في صنف واحد. ايه هو الصنف ده؟ هنأمر على البيت من دول. البيت نهيب. البيت بتاع الجماعة الحلوين كده اللي يعرفوا يلبسوا كويس زي حضرتك. اولا اللي يهمني البيت ولا اللي فيه. انما الدور بقى خفيف على السطور. سطور؟ ايه بتسرق غسيل فراخ؟ فراخ مين وانا وشي ذلك؟ فراخ ايه؟ ازاي مرة؟ هدوم الغسيل. شغلانه ملمومه ونظيفه. اقص الحبل من هنا ومن هنا واتويه في عيب يكون الله بالسر عليه. هدوم الغسيل. هدوم الغسيل تاخد فيهم خمس سنين. انت قصيت كام الف حبل يا رجل؟ ابدا الحكايه كلها كانت بسيطه. كانوا تلات فساتين واربع بيجامات. ست قمصانة فرنجي واربع تجواز شرابات حتى جوز منهم انا لابسه. شوف حلو ازاي؟ حلو. ليه بقى يا سيدي اسمتي سودة؟ كل مرة تيجي قضيتي قدام مين؟ عمك اسماعيل بيه جرجين. راجل كشر كده وغضب وعوزه بالله. وهو تصب المدايح ال 30 يوم ورماه في السجن في ايدين السجانين اللي ما يرحموش. يا سلام. ده انا اتغميت غم على ابو المدايح نهار ما نقرا شو. نقرا شو؟ جلدوه. جلدوه مين؟ ابو المدايح. وما قالكش؟ لا لازم اتكسر في نيه. ولا يمكن مش مستوسق من حضرتك. لا ولا انا قاعد نمشي معاك من الصبح كده ما تقولش انت مين. انا ابقى زي ما تقول كده يعني قريبه. قريب الحبيب؟ ما فضل ارتاح ارتاح والله. لا والله مش عارف بيتك ومطلعك اقعد يا جدع. اقعد يا راجل عيد. بقى يا سيدي كده. سرق بقى يا سيدي ليه؟ بقى يا سيدي كانت لايم هو على ما تعرفش منين على ازاز الكونياك. في السجن؟ في السجن. امال يعني في الهيلتون؟ طبعا في السجن. ده كان بيخش لي كل حاجه. ده انا اكلت من ايديكم متره لسه حلاوتها في اسنانه لغايه دلوقتي. مره عزم العنبر كله على لحمه راس. يموت. يا سلام. طب تصدق بالله بيك رمضان بزيه كان يموت في اساس صاص. طب ايه هو ده؟ هو صحيح معلش اصلها عاده. عاده وحشه. بس يا سيدي الازازه حلت في ايدك من مدايح من هنا. لا ما تخافش. لا الازازه حلت في ايده من هنا سفاها من هنا. حلو. في دخلة مين؟ باش مفتش السجن. ايوه. باش مفتش وقعت عينه على الازازه ركبه 600 عفريت. باش مفتش اديله كلمه بالمدايح اديله 100. ايوه. ده مهم. هيهمه ازاي؟ محبوح قوي. ليه يا انجلد والذي منه؟ وساعة الشيء ده يا سلام بقى هو يصرخ بره وانا قلبي جوه بيتقطع عليه تقطيع. يا سلام. اخويا زميلي بحبه. نايا خد العلقه من هنا وشالوه من حضن العروسه على الاستبالي على طول. قعد فيها كتير؟ ست ايام. بس يا سيدي انا بقى طلعت النهارده ان شاء الله واخويا الكبير يطلع في العيد الكبير. واخويا الوسطاني يطلع في مولد النبي. ما شاء الله ما شاء الله. دي الفاميليا كلها يعني ما فضلتش بره غير الست والدتك. وبتشتغل رغرة؟ امال يعني كده نسيبها عطله؟ لا ايه ما يصح. بتشتغل في انهي صنف بقى؟ اشتغل في الحيلل بتوع الطبيب. ما شاء الله ما شاء الله. الله ومدحت بيه عوق كده ليه؟ ومحدش اداله خبر ان انا جيت؟ لا ما لا بس مش موجود. مش موجود؟ لا راح فين؟ مسافر.
سافر؟ اخي على باخي. ايوه هيقعد كتير؟ تقريبا 20 يوم. 20 يوم؟ بسيطة، اقعد استناه. استناه فين؟ هنا. استناه هنا 20 يوم؟ ممكن عامل حسابه برضه، قال لي بقى اشوفك انجز. لو رحت البيت ولقيتني كده ولا كده يكون خصيمك النبي، إن ما قعدت في البيت تاكل وتشرب وتتجوز كمان. كمان؟ وإيه وده؟ هو أنا جاي لك من تلقاء نفسي؟ لا شيء يا ساوي. بس أشوف وشك. دخلك يا معلم. معلمتي الهانم تترجى سعادتك تعطيها المحفظة تبعك. أنا عارف هي فين وليلة بعدين. يلا. بتقول موجود الدرج المكتب هون. المفاتيح مش معايا في الشنطة. فين؟ مفيش وقت أفتح شنطة. عليه مفاتيح. تعاون إيه؟ تعاون. رايح فين؟ أعمل لك خدمة. خدمة إيه وبتاع إيه؟ لما أنا إيه؟ هتقعد الشغل. ما تخافش كده. خايف ليه؟ السلام. شايف؟ سمعت الصوت؟ يخرب بيته، هيدا مجبور في الخصوصية. ما شاء الله على الضيوف. دخلك يا معلمة. ما اجى بعد. مين؟ كتكوت شحرور قلبي. فاضي لي الكلام الفاضي بتاعك ده. يلا يا شيخ ما تهربش على بعض. وينك هلا يا حبيبتي؟ وينيتي وينك؟ تعملوا بيها ايه دي؟ وتسربوها بقى. اسمع ما اقول لك، حاجاتك اللي تخاف عليها هتلاقيها كوين الماني، بس دي كوين انجليزي ما تنفعش. اديك لا ينفع فيها لا الماني ولا انجليزي. انا شايف. اسمع. ايه ايه؟ اسمع. جنجر ابو شفتوره ليه؟ اسمع يا سيدي جنجر ابو شفتوره. ايه؟ طب جبت سيره الحبس قدام حد؟ الحبس ليك يا جدعان. اسمع، حبيبي مخبي على اهل بيته الحكايه دي. حبيبي ومين اللي جاي؟ انا هو دي حماتي وحماته. احنا حماتك وحماته. طب فهمني كده. هنا يا حماتي. يا اخويا الشنطه بتاعتي كنت سايباها هنا. مانيش. يوه يا ندمتي، ما انتش لوحدك يا دي الكسوف. ما هو لا يا حماتي، ما هو ده مش غريب. ده يبقى يبقى مين؟ اسم الله. ست هاني. ما انا بقى اصل والده كان بيشتغل عند والد مدحت بيه. يعني مربيه كده وانا صغير كده يا ست هاني. وانا صغير مش برضو. وكان فين بسلامته؟ ما شفناهش قبل كده. مشغول يا حماتي، اشغال اعمال. الدنيا تلاها يا ست هاني. تلاها. الواحد يعني ما هو على نعمل ايه بقى؟ ظروف بقى بتاع الشغل. مش برضو. والنبي انا انصرت قوي اللي شفتك منك من ريحة المرحوم. ربنا يسرك بزيارة النبي ان شاء الله يا رب. الله. انا شامم ريحة تقلية. تتغدوا الساعة كام؟ اتغدينا خلاص. ايه جعان يا كبدي. وايه يا ست هانم جاي من عرمدان على لحمة. ايه ده اللي هيقوله ده؟ ايه ده؟ هيقول يعني جاي من جنب عرمدان. الحتة بتاعتنا. الخط بتاعنا يعني اللي انا متربي فيه. مش برضه. ايه ده؟ تعال يا اخويا تعالى تعالى اخطف لك لقمة على ما اقصر. يا ست ياكل بره. الله. بره ازاي يا عيب الشوم؟ متروق انا معايا صداهم. تعالى اهو الموجود والسلام عاملين النهارده ملوخيه على فراخ. اموت في كعب شبشبي. اتفضل. سعيدة يا زنة. مش برضو؟ اسمع. نعم. انا هاكل عيش وملح في البيت ده. ايه يعني؟ خد منديلك يا روديا. تاني. حرام يا كله. ايه يا سلام. الله عال على الضيوف. ابعت امشير ارابيدان عشان خاطر اخلص من الحكايه دي. وهو يجيب المجرمين لحد البيت. امشير افندي. ده هاتوا لي هنا. هاتوا وقعتوا سودا. الو مدحت الانس. الو بوكس. بوس ايد عمك. خش يلا خش. شعورك برا. امشي على برا. مين الكلام ده؟ ليه انا؟ ليه يا اخي؟ دي طريقه تستقبلني بيها برضه؟ تستقبل بيها مين؟ انا كنت هستقبلك بسكينه ادبها في كرشك. ليه يلا؟ ايه المناسبه دي؟ ايه الكلام الفارغ بتاعك ده؟ 45 يوم انا غطسان من وشك من خلقتك. فاكر انك جاي موضب لي مزيكا مين تزفني بره؟ زفك مشاعري، زفك حلوتي، زفك عشماوي. الله. الكلام ده ليه انا؟ انا اتعامل منك المعامله البطاله بتاعتك دي؟ ظهري سمعت الوان من كرابيج السجانين. الله لا يكسبك ولا يكسبهم. انا لك شاكته تتفرج على عزيه الميري. 30 جلده كلتهم اجوازا عشان خاطر سحلتك المعقده دي.
عشان خاطر سحرتي ولا عشان خاطر الكونياك اللي بتقربعوا في السجن يا صايع؟ وده يزعلك في ايه؟ شربت كونياك؟ شربوني هم 30 جلده بقالك انت. وجبنا رومي وحلاوه تحليه ونفسك مفتوحه قوي. يبقى سجن سد نفسي يا بني ادم. وبعت لحضرتك قتال قلت انا صاحب 25 سبع يضيف عندي هنا في البيت. كمان اللي بعمل لك حيثيه قدام الناس؟ ناس؟ انهي ناس؟ الحراميه والمجرمين؟ الصنف اللي كان موجود هناك. عازم لك ايه من العربيدان؟ عناصر الدول؟ كلمة واحدة مفيش غيرها، البيت ده مش عايز اشوف وشك فيه. بلاش اتكلم بأدب. بركة لو جيت هنا في مركز هتتقطع حتت، ينعل ابو تحتتك على تحتتي على الأنبية. يلا بره بأدب، اتكلم بأدب مش قدام الكلب. انت فاهم نفسك ايه؟ لأي نقطة؟ انا عندي طرطوفة من دين فوكس ده زي 50 واحد زي حالاتك. ما كنتش هتخرج بره. لا ادب قلنا استنى فوكس، استنى بره تعالى. استنى في الصالون وادي خدام هات له واحد عض. ايه الفلوس؟ فلوس ما خدتش مني 100 ومن المحامي 300. 300؟ ها المقاوله 600. 300 يعملوا ايه؟ يعملوا ايه 300؟ انت دلوقتي فاكرني ايه؟ فقير زي زمان؟ انا دلوقتي ورايا تكاليف، ورايا التزامات. التزامات؟ ايه اتجوزت؟ انا بتاع جواز. امال ايه؟ لا جواز ولا حاجه، بس يعني زي ما تقول لضمت جديد. لضمت عينك في مخراز، ايه الحكايه؟ اسكت اسكت يا بيت هتسكت. اسكت اسكت. سكر معجون في زبده مخلوط في ملبن اتعجن ده كله في حوض شربات وطلع منه يوه مروحة يا ولد، مروحة مروحة. دي بس فاهمني. رقة ايه؟ ظرف ايه؟ تتكلم بالاغ ايه؟ يا روحي يا روحي. تمزيع ورق من شدة الحب ايه؟ اديني بقى عقلك بقى. هي في سهرة طويلة عريضة بيني وبينها، هي على اليمين بتمزح في ورق وانا على الشمال بشغل في المروحة، على بال ما يطلع لنا الفجر تكون هي من شدة الهوى أخذت زكام وأنا من شدة الهوى برضو عيت زيها. ما عندكش فكرة عن الحلاوة. روحة بقى وبشري. تو تعرفوا بعض؟ موا؟ نو جامي دو لافي. موا؟ نو جامي دو لافي. أنا أول مرة بشوف فيها حضرتك. أنا أول مرة بشوف فيها الهانم. يبقى مين البيت؟ تبقى مين الهانم؟ عجيبة. حضرتك يا ستي أمشيرة فندي. تبشيرة فندي؟ أنشانتي. وحضرتها الست أزهار هانم. ميس أنهار هانم؟ I'm very happy indeed. ما تأخذنيش لأني عطلتك شوية. كنت مشغول مع أمشيرة فندي في مسائل هامة. أيوة مسائل فلوسية اقتصادية. ثم كمان كتر خيره. لا ده واجب عليا جزورك يا أخي. جاي يعزمني النهاردة مخصوص عشان أحضر كتب الكتاب بتاعه. كتب كتاب إيه؟ يا دنيا خير. كتب كتب. بس 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 هو ده اللي كنت عايز أعرفه. يا سلام نبيه قوي حضرتك، هو ده الفصل اللي قدرت تتشطر عليه. ايه هزار يعني؟ جاتك الهم في هزارك السائح ده؟ تدوسي على معرفتي انا عشان خاطر واحد زي ده؟ امال ايه سمتها؟ عيب وايه يا سمتها؟ امال ايه سمتها؟ عيب وايه يا سمتها؟ استلف منك فلوس يا سمتها؟ عدرته في مأمورية يا سمتحت؟ صاحب سوابق يا سمتحت؟ خرج من أراميدان يا سمتحت؟ اتفضل رد عليا دي. صاحب سوابق يا سمتحت؟ كان لحمة راس مع المجانين يا سمتحت؟ نام على الاسفلت يا سمتحت؟ لطشوه السجانين 30 جلده وشالوه قاطع النفس زي لوح العجين يا سمتحت؟ كده؟ ايوه كده. طب حس كده بقى انا هقول الحقيقه. حقيقه؟ امال انت هتقول الحقيقه؟ هلا دلوقتي ده كلام كويس قوي. انا دلوقتي لازم اعرف ايه الحقيقه. ضروري افهم الحقيقه ايه. اتكلم الحقيقه يا ست ازهار. انا لا دخلت السجن ولا رحت السجن ولا عمري شفت السجن ده ابدا ابدا ابدا. نعم نعم نعم. بتقول ايه؟ ما دخلتش السجن. سمعني سمعني. ما دخلتش السجن خالص خالص خالص. يعني ايه؟ بوظت حكم المحكمه. البوليس. ايه هو ده؟ ايه انا مش ممكن. التليفون فين؟ هجيب لك البوليس. ابدا المحاكم تبوظها. تعالى هنا. مش ممكن اسكت ابدا ابدا. لازم تقول على اسمه. مش قايل. الحمد لله. هتبقى مصيبه لو قلت على اسمه. النهاية أنا مروحة يا مشية مستنياكي وهتتأخر. أتأخر إزاي؟ أنا جاي وراك. ليه ما تروح ما تروح معايا؟ يلا مروحة مروحة الله يخرب عادك مروحة. يوه
خلصونا ما لسه يا اخي بحبحي بحبحي الفلوس اديلك انت فلوس؟ ايه؟ تعرف لما اشوفك ميت من الجوع لما تنشيله قدامي على مليم واحد يعني ايه تنصب عليهم؟ ومثلا ما تحط راسك حط رجليك اخ سخ 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 حس كده بقى يا امشي يا بدع انت يا مدحت انت مالكش صاحب في الدنيا اسمه امشير ابدا في 60 داهيه اشطب امشير ده من سنه الابطاريه بحالها اخلص من عرفك واكون سعيد تعرف انت لو قابلتني بالسكه أيوه. انا هضربك بشلوت قطع وشك انا ههزقك في الشارع طب فوزك بس خلاص امشي بره انت في نظري بنطلون دايب انت في نظري ازازه مشروخه انت في نظري مش هنا انت توفيت انت هناك في الامام الفتحه على روحك امشي فتحه في نافوخك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مش نوراتني الخدام بتاع المرحوم والدك اه يا ستي كان ناقصنا راخر اسكت يا مدحت ده زي اللي بقاله سنتين ما داش الاكل خبط اربع ترغيفه وصحنين رز وفرخه وسلطانيه ملوخيه على كل حال ما بقاش هيدوقوا هنا تاني ليه ده بيحبك قوي بيحبني ولا يكرهني انا شفت له شغلانه عند واحد صح كده آه. والنبي ربنا يخليك اللهم انعن وعمار اوكي اللهم زدها نعمه يا سلام اهو ده الاكل اللي يثمر في الركب صحيح انتوا حاطينها في الملوخيه ايه ملبس يا سلام خمس سنين الواحد مصرين ونشفت من عدس هرمدان ايوه لا هرمدان ايه عايزين الخط بتاعهم جنب ست قالم يعني الخط بتاعنا يعني الحته اللي انا متربي فيها مش بره ما تنساش بقى يا جنجل قبل ما تروح تخلي مريم تاخد لك شويه زيتون على شويه بطيره على حته الجبنه روح ليه ما احنا ماشيين معاكم بنيره الليل في الحته اللي جايه من مين اهو لا بس اصل البيه شاف لك شغل عند واحد صاحبه ايوه بحثت لك عن محل محل ايوه وفي محل احسن من هنا ده انا في الجن ده انا في الملك الاعظم لا انا ما اسيبش مدحت بيه يا ابني والله العظيم اسيب مدحت بيه لما شايفين حلوتي احنا الاثنين الله ايه حرام شوف بيحبك ازاي خلاص خليك يا جنجل احنا يعني هنغلب فيه ربنا يرضى عن اصلك يا ست هاني واهو كمان الاوضه اللي فوق السطوح فاضي حلو السطوح السطوح انا طول عمري يا ست هاني من سطوح لسطوح قديم يعني ولا الحمد لله يعني كل منافع زي التوم يعني غسلت ونشرت وما تخافوش على توم الغسيل برقبتي زي توم الغسيل ايه هو ده تعالى يا جنجل اوريك الاوضه سيجي فين يا ست ما تيجي الله تهدي ما تبقاش كده امال يا توم دي ما تبقاش كده امال يا توم مش برضو يا ليلى ايه عايز ايه من واحد عبيت في واحده بتسال على سعادتك اسمها سعاد رمبي يا نهار اسود مش هنا سعادتك خرجت جنابك بتتهرب مني خلاص بقيت كخه سهرانين سوا اول امبارح اصبح الصبح اسال عليك قولوا لي سافر والنبي لما تروح الصين لما تروح مالطا بحبك يا دودو بموت فيك اديني نص ريال انت ولدي خدام عايز ايه؟ اديله نصيري عايز ادفع التاكسي انت ولد يا حشام اديله نصيري عايز ادفع التاكسي اديله انا بعدين اخزى عليك كده تفوتني ولا تودع ولا تسلم ولا حاجة انا كنت في ايه ولا في ايه اسكت يا سعاد تتصوري اربع حوادث موت تحصل في العيلة بتاعتي يا خبر ابن اختي بياخد دش في الحمام وقع غرق في البانيو يا حبيبي بس خالتي غاوي طيران انشبكت الطيارة بتاعته في سلوك التليفون نزل يا حبيبي على الدنيا على نومك يا اخويا رابع اهو مات برضو كده والسلام ما تقدرش تشوف معايا دي امشير ليه هو مات؟ مات هو ده صنف بيموت ولا بتجيله مصيبة؟ بعذب الست بتاعته جاية تشتكي لي الشكوى تطلع يا بنتي يا اختي بيعني يا ست هاني ما عرفش سخت نحاسي كله 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 ربنا ما يكسبه البعيد
تتصوروا ابنه الوحيد عيل صغير عنده 6 سنين يرمي بايديه في اصلاحيه الاحداث. يا ندمتي يا ندمتي. اخص عليه الدور. اه يعني امك يا سمسم. يا ترى جعان ولا عطشان يا سمسم؟ بس يا اختي بس يا حبيبتي ما تقطعيش قلبنا يا ستي بقى. يا ترى نايم متغطي ولا عريان يا سمسم؟ يا حرام. اسم الله يا ابني. آه يا سمسم. انا بقول لك فيها. واحدة كنت اعرفها في لبنان دخلت مراتي وحماتي شافوها معايا قلت انها مراتك. ايه فيها ايه؟ فيها ايه؟ آه. انت جنسك بلتك ايه؟ محتار تجوزني طباخة غسالة رقصة؟ قص انكتم قد ما تاخد اجلك. كل شيء بالفلوس. ما بتدفعش كويس. ومع ذلك انا محرج عليك البيت ده ما تعتبوش جاي هنا باي وش.
جاي هنا اتغزل في جمالك الحلو. انا بقول لك اغتسل كلمه وبس، جاي هنا عايز ايه؟ ما تشخطش، اتكلم ادب. وانا خارج من عندك مفلوق وزعلان منك ومن عبايلك السوداء. ده هي فيك وفي عبايلك السوداء. هات سيجاره. مفيش. بلاش بلاش. يجرى ايه؟ نطيت في الترمايه وهو بيجري. اتريني بدل ما اقعد في البريمو قعدت في المحل بتاع الحريم. عاجز من فضلك بس ما تقاطعنيش، خلينا اخلص حكايتي. اتفضل. الكمساري جاي قالب بوزه على الاخر. يا فندم اتفضل انزل. انزل ليه يا كمساري؟ انا معايا فلوس هدفع تذكره. تذكره ايه يا سيدنا الافندي؟ انت دلوقتي قاعد في محل الحريم. انت مش شايف ست هاني من المختشيه اللي عماله تتغطى هي جنبك من كسوفها؟ ابص جنب مين الاقي حاجه كده ملهاش كسب. أيوه. ملفوفه في ملايه سودا. طالع كده في وسط وشها شمامة حققت فيها كويس، لقيتها مناخير. لقيتها لسه برضو متأذية مني وبتتغطى. قلتلها لا ما تتغطيش انتي. انا اللي هتغطى. وعلى قلعت الجاكيته بتاعتي وعلى نافوخي وزررتها. هي شافتني عملت كده وهات يا راتح من اللي قلبك يحبه. يا فندي صفحي، يا فندي كرتوني، يا فندي الى اخره. الى اخره الى اخره. اتبعت معايا، طولت انا معاها برضو. الكمساري زمر، وقف القطر في السكه، هاجت الركاب، اتدخلوا في الموضوع. نزل كده ضابط بوليس اتحشر بينا كده، كلمني كم كلمه لاش فما عجبونيش، ولكن اتخانقت معاه، شدني من الجرافطه بتاعتي فقدت اعصابي، رحت ماسك في خناقه. انت اعتديت مع الضابط؟ بس رحت في 60 داهية. ده انا اعتديت على عسكري اخدت 30 يوم. بس استنى. بس استنى للاخر يا حظ. العبرة بالاواخر. ايوه قول. خليني افش غلي، ابسطني. لا انبسط. انبسط. ده انت هتنبسط على الاخر. باختصار يا سيدي، لمونا كلنا على اسم البوليس. حلو قوي. رحت هناك احترموني قوي في الاسم. راجل الانباشي هناك فتح المحضر. ايوه. عشان ياخد اسمي وعنواني. اقول لك الحق بقى اتلبخت. ليه؟ اقول له على اسمك انت ولا على اسمي انا؟ اسمي انا. مش بقول لك هتنبسط. لكن اسمع يا مدحت، ما تخافش ما تخافش، برضه ما خلصنيش اوديك في داهيه. طبعا. نويت اقول له على اسمي انا ضروري. ولسه يا دوبك جاي انطق اسمي، لقيت كده جوانتي بيطبطب هنا على كتفي. وصوت كده بيقول لي بعدها وياك يا مدحت بيها شباشير. انت طول عمرك كده هتفضل تتخانق وتتشاكل مع رجال البوليس. ابص كده بعيني جنب مني هلتقي لك مين؟ مأمور سجن ارميدان. يا نهارك زي بعضه. الكلوب اللي بعتني فيه. وبعدين مش بقول لك هتنبسط يا ابني؟ لا ولسه في احسن من التقل ورا. وبعدين ده الراجل سلم عليا بمنتهى الادب. لقيت معاه راجل انما كشر كده، حسه زي حس الحيه القديمه المولفه. المأمور عرفنا ببعض، حضرته مدحت بيه الشماشيري من كبار الاعيان. أيوة. حضرته اسماعيل بيه جرجير قاضي محكمه الجناح. نهار ابوك اللي حكم عليا ب 30 يوم غياب. ابن حلال. الله يكركب مصاريك. مش بقول لك يا ابني هتفرفش وتنبسط؟ وبعدين؟ وبعدين جاي الراجل اسماعيل بيه جرجير ده بص لي كده بصه نص نص، ابتسم لي ابتسامه صفرة وقال لي ابشر يا سي مدحت، جنابك اللي سابقه مع عسكري بوليس المره دي جت مع ضابط بوليس، اعمل حسابك بقى على سنه مع الشغل. سنه؟ ايوه. وبعدين؟ مش بقول لك يا ابني هتنبسط. وبعدين؟ بس خلاص كفايه عليك كده، عايز ايه؟ انا بقى من طيبه اخلاقي ومن حسن ادبي حبيت اجي هنا اقول لك على الحكايه دي، تعمل ترتيبك مع مراتك وحماتك، تسافر ترجع. ها سلام عليكم. تعالى هنا. سلام عليكم. ايه ايه ايه؟ ما انت متصور انا هنسجن 12 شهر؟ امال هنسجنهم انا؟ هتدي انت على الصعب وتتحبس انا؟ بتوتر العسكري لما رفضت اتحبست انا؟ امشي عشان خاطر ادي لك المره دي 1000 جنيه. والله ولا مليون جنيه مش كفايه. فارق والنبي والنبي يا دكتور. دكتور ايه؟ عشان خاطري انا. تعالى صالح مراتك. ده اخواتي كله كذب في كذب. يلا والنبي. طيب حاضر اهو حاضر. اتفوق. مصيبة ايه يا اخواتي؟ مصيبة ايه دي؟ انفت من شهر اطب في سنة. مدحت مدحت. نعم. جنجر فرحان راح يطير بالاوضة اللي فوق السطوح.
الموضوع، كان استعفست الفراخ وحمى الكلب كمان الصغير وقاعد عمال ياكل الوز. شوفي لي اسكرينه وكوبايه مي اي حاجه. ليه يا حبيبي مالك؟ ليه تعبان؟ من ايه؟ في ايه؟ ثبت كمتر جايب واحد سواق بيقول للست الكبيره. من مين يا ترى؟ لقيت في الكارت ده. وريني اسماعيل بيه جرجير. قاضي محكمه البلد. مدحت تعالى صالح الدكتور ويا مراته، مش راضي يصطلح ابدا. دكتور مين؟ قولي لي، تعرف حاجه اسمها اسماعيل بيه جرجير؟ تعرفه؟ ما هو ده. هو ايه؟ هو وعاوز يتجوزني. يتجوزك؟ اه الله، كلمة واحدة ما فيش غيرها. يستحيل تتجوزيه، مش ممكن تتجوزيه. يقطي عليه بس يا دي البخت المهبب. ليه أحيب؟ اه دي مع بنت كوم وجوازك بجرجير ده كوم يا خرابي. ماما حبيبي النوبة. مريم كوباية مية. مريم كوباية مية. كويس كده؟ كبش الستات يبهدلوك بقى. انت راجل انت يا خنا؟ نقطع تعدل تعدل بعد عينك يا لو بنجي يا رب السجون. جدفو بقى انا ما اتجوزوش. تتجوزي مين يا وليه؟ اتجوزي عزرائيل الموت. هدمك في البيت ده كان اسود عليا انا وحدي. ايه يا اخواتي؟ مثل ما انا خلي بتاعكم ده. اعوذ بالله، دي مصيبه. انا برضو من يوم ما شفت امشير افندي ده هنا وانا بقول ان وشه مش وش خير ابدا. عمره ما دخل البيت الا وجاب وراه مصيبه. هيدا راكبي منك بيت الله، شعلقني بحبال غرامه، شحطه في قلبي بهواه، واتضح لي بالاخر انه متجوز تنتين، تنتين يخرب بيته تنتين. فات يا شيخ انت كمان، انا عارف بتحب فيه ايه؟ دلوقتي دول كانوا نازلين يضربوا فيه، وانا ودي ودي امسك فنكوت واضرب وياهم بيه. ذكرني الله بحبه، ما بعرف كيف بنزعه من مهجتي، يخرب بيته شايف دميت الخفاف اللي اله. كان مصايع مية الحب عني. بحبه بحبه يا عم. ايه ده؟ ايه الموت الازلي بتاعكم ده؟ ساعة ونص الواحد يرن الجرس بره، مفيش خدام منكم يشوف مين اللي بيع ويبرع الباب. يعني خلاص مستعجل حضرتك على الديوان؟ بص اتكلم بأدب. خدامين بالحيل، محدش عارف يكلمكم زي الناس، ما عندكمش سيد زي الناس هتربيكم واحد واحد. خش قول لسيدك امشير به بره، اذا نكر نفسه قول له لا يجي ما يخافش، اقبضه فلوس. خش يلا. طب بريب انت كبير يا اخواتي، بريب امشي. انا زعلانه، انا متاثره، انا واخد على خاطري. انت يا وليه تعالي هنا. ايه انت فاكره نفسك ست؟ ست؟ ده انت ارجل مني انا. فارس هادي شطه، هيدا فلفل. فلفل؟ انا مش فاهم مين اللي كتبك في شهاده الميلاد انثى. انثى شو يعني انثى؟ مش عارفاها كمان. شو اتفرس؟ ما برد عليك، اشرك بنارك. بعرف بدك تتنحك فيي، لكن هذا ما بيمكن ابدا ابدا ابدا. ما حفيك انت؟ ايه انا اتنحك فابور زلط، فابور بضاعه مش انت. تري
ما برد عليك. بتخمن في بالك اني انا برجع بصفى الحالة؟ هذا مستحيل ولا بطلها بعمرك. بنزل تادم بلعيد الدبي عزيز لك ما طلع تادم بنزل تادم بلعيد الدبي عزيز. غوري كلك وابور زلط. اما والله العظيم. ايه ده؟ ايه حضرتك ضربت مين المرة دي المأمور؟ من فضلك بغير فوران دم الكلام اخده وعطل. البيت وخربتولي اسمي وبرطشته في الواحد مش كفايه اللي جالي من وشك العجر؟ النهايه ايه شاورت عقلك؟ على ايه؟ حكايه الحبس. حبس ايه الله يخرب عقلك؟ كل ما تشوفني حبس حبس حبس. طب انا جاي تابي بيه؟ انا جاي هنا علشان يعني وانا خارج من عندك. لا ما ضربتش حد ما تخافش. عودت على نادي بتاع قمار. لعبت فيه شويه بوكا شويه مكره بس 6 قرشين كويسين. انا واخد منك عربون الكلوب كام؟ 100 والمحامي 300 يبقوا كام؟ 400. اتفضل يا سيدي عد فلوسك عادي يا مليم. اتفضل عد قبضت فلوسك اهو دلوقتي خلاص مالكش عندي حاجه ابدا. انا دلوقتي زي زيك بل احسن منك اتحبست ببلاش وحيث ان انت طولت عليا لسانك اشكال والوان وشتمتني وهزقتني وحيث قالك عيني منك مكسوره عشان قبضت الفلوس بتاعتك لكن حيث دلوقتي خدت فلوسك تاني. اسمع لأول مرة بقولها لك في وشك يا مدحت من غير لا فندي ولا بيه ولا باشا انت قلبك اسود جدا اصفص عليك. ايه هو ده بس يا شيخ مش كلام فارغ قلبك اسود قوي فشرت القلب زي البفت البيضة انت كل شوية اطلع برا اطلع برا اطلع برا. ما هو من عشمي عشمك مقولناش حاجة بس يعني اباحة انت ما تعرفش قد ايه انا بحبك. عارف طبعا انا بكرهك يا مدحت. خلاص شيل دول. لا دول حقوق يعني. والله العظيم ما كنت هتشيل الفلوس دي هتأثر منك. لا ما تأثرش هتأثر. دلوقتي بقى فيها ايه يا ابن الناس لما تخش السجن بدالي وده انت جربته وهتطلع من السجن صاحب 1000 والله جنيه. ولا نص مليون جنيه مفيش فايده. انا صاحبك والله يا استعين. اما حد جاي ولا ايه؟ طبعا اذنك. سلام عليكم. تعالى بس اما بس عندي ايه عايزك دقيقه واحده. ايوه استنى خش استناني في الصالون ده هنا. دقيقه واحده. طيب انا هستناك 5 دقايق ان شاء الله ما حد حاولش. بعد 5 دقايق مش هستنى هخرج لوحدي. انا ورايا انت عارف يعني مروحه يا اخواتي مروحه مروحه. 5 دقايق ها مفيش غيرهم. دخلك يا معلمي. نعم. معلمة الهانم الصغيري بتريدك شي كلمة ضرورية. كلمة؟ أي. يا عبدو يا عبدو يا عبدو يا عبدو يا عبدو يا ود يا عبدو. أفندي أستهان انت فين يا اخويا وانا بندق عليك صوتي اتنبح. بس كنت بفتح الباب يا استهان. خد الجواب ده يلا احذفه في البوسطه. مسكين يا اسماعيل بيا جرجير. في واحد بره بيسال عليك يا استهان. اسمه ايه؟ اسمه اسماعيل بيا جرجير. الله هو. طب هات الجواب ده يا عبد قول له يتفضل. عبد. روح عبد. روح روح يا عبد. ما بديهاش بقى انا ما اقدرش اخبي عليه حاجه ابدا مطلقا. انا هقول له ان جوز بنتي مش راضي. اتفضل يا بنت اتفضل. ليلتك سعيده يا بنت. ليلتك سعيده يا ست ترنجو الهانم يا ابهى من الورد يا أزهى من الياسمين. ليلتك سعيدة يا ست ترنجل وانتي صحيح ترنجل ولو اني مش فاهم ترنجل دي معناها ايه. اتفضل يا بيت اتفضل. اشكرك والله اشكرك. ده البيت نور يا اخويا. الله يحفظك. ايه الهدية الحلوة اللي انت كلفت خاطرك وبعتها؟ ما تقوليش كده يا كتكوتة انت. ده شيء والله ما يستحقش والله العظيم. ولو اني احلف لك بايه يا ترونج الهانم وحياتك انت عندي دي اول مرة في حياتي شيعت فيها هدية لوحدة ست. ان شاء الله عمري ما اعدمك يا بيه. الله يبارك فيك. والنبي ابن حلال انا لسه دلوقتي كنت كاتبه لك جواب. بذمتك يا ترونج الهانم؟ ايوه كاتبة لي انا جواب بايديك الحلوة دي. اصلا انا كنت كاتبة لك اقول لك ان انا ملزومة اسافر. تي ايه تي ايه تي ايه
اسافر. تسافري؟ طب المشروع بتاعنا يا ترنجل هانم، مشروع الجواز يعني. مع الاسف ما هوش نافع، ما فيش اسمه. انت بتقولي ايه يا ترنجل هانم؟ انا اسمعين بيه، كنت مخبيه عليك حاجات ما كانش صح ان اخبيها. يا ستي انا قابل بلا قيد ولا شرط كل الحاجات اللي انت مخبياها يا ست ترنجل. اصل انا كنت مكسوفة منك. أيوة. ولا قلت لكش ان انا ايه؟ ان انا ايه؟ ان انا مخلفة بنت. مخلفة بنت؟ اه. ده انت فاكرها انه يمنع سعادتنا؟ يا حلاوة. وما قلت ليش كده ليه من الاول؟ كنت اجيب لها معايا يعني بسكليتة صغيرة، كورة تلعب بيها في الجنينة. دي عمرها 25 سنة يا اسماعيل بيه. اه شابرة يعني. ومتجوزة دلوقتي بقالها 3 سنين. شو بقى واحدة ست عزبة زي عندها بنت عمرها 25 سنة وبنتها متجوزة من 5 سنين، اظن مش من اللايق كون هتبحث في الجواز وتعرض نفسها لكلام الناس. عيب عيب، ما يصح. يا ترنجل هانم انا دلوقتي زعلت. انا عارفه زعلت خالص. عارفه زعلت جدا، زعلت لانك ما خلفتيش غير بنت واحده. والله كان لازم اشوف لك 10 15 20 بنت واثبت لك مع وجود الجيش الجراد ده اني بحبك وبعزك، كما لو كنت بكر لسه ما خلفتيش حاجه ابدا. يوه يا اخويا روح، الهي علي مراتبك بقى، ده راجل ينفات يا اخواتي. الله يجازيك يا شيخة. هو ده اللي فاكره يمنع سعادتنا؟ انت فقدت قابليني بالكتكوتة دي، وانا لما هقابلها واقعد اتكلم معها شوية مش هخليها تمانع في جوازنا. الممانعة مش من بنتي، بنتي ملهاش دعوة. امال من مين يا اختي؟ جوز بنتي هو اللي ماهوش راجل. جوز بنتي؟ انت لازم راجل عقله فارغ. ايه الداعي؟ ايه المناسبة؟ انا الحمد لله اسمي. ايوه ما هو قبل ما يعرف اسمك كان فرحان ومبسوط ومزقطط وفي امان الله. انا بس اتلفظت باسمك قدامه البعيد ركبه الف عفريت. بتقولي ايه يا سنجل هانم؟ اسمي انا انضف من النزاهه، انا عنواني العداله يا ست هانم. اهو ده اللي حصل يا اخويا. بنت انت يا كتكوته يلي هتهوسيني. والنبي انستي يا بيه. انا هستناك تحت في الجنينه. بالسلامه. عشان وانت نازل تبقى تقولي ايه اللي هيحصل ما بينك وبينه. بالسلامه يا امبولي. انا رايح استعجل لك عبد الله. انا ماشي استعجل لك عبد. السلام. انا رايح استعجل لك عبد. السلام. يا عبدو يا عبدو يا عبدو يا عبدو. بنت خفيفه زي الخيل اللي بيجروا في السبق. تمام. ما هو صاحب ده اللي نازل ضرب في رجال البوليس واللي طصناه الحكم اياه. اما شوف مقابلتنا هتبقى وياه لازم نقابله بغاية السياسة عشان ما يعطلناش. بس خلاص 5 دقايق ان شاء الله بقى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا مرحبا سعادة بيه. كيفك يا اخي؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. تعال يا اخي تعال تعال اتفضل. الله يحفظك. بس عندي مشوار صغير. لا 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 اتفضل. اشرب شيشه واجي. اهلا اهلا اقعد يا اخي. يا اخي ادي بيتك تسيبني وتنزل؟ معلش انت غريب. اتفضل انا ارجع لك بسرعه. بس لا والله. حاضر. اتفضل يا اخي اتفضل صغير. حاضر اقعد. حاضر اقعد. حاضر. ايه العمايل بتاعتك دي يا مدحت بيه؟ تمزح للوليه باوسخ الالفاظ؟ يا سعاده البيت بتتريق على مناخيري.
في عليها مناخير زي العبوره تمام. لا 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 يا متحبيه انت وكمان تعتدي على ضابط البوليس. والله بوظ الجرافات تصلك بتسعه جنيه. لا لا يا متحبيه انت راجل مش من عائله بسيطه ابدا، من عائله كبيره يا استاذ. هي العائله كبيره صحيح. العائله مش وش حاجات زي كده، لكن بقى زي ما تقول سيادتك شقاوه شقاوه. على كل حال يعني اياك اياك نقدر نخدمك. لا كفايه خدمتني والقش بقى. مرحب بيه. نعم طبعا يعني انت مش عارف انا جاي لك هنا علشان ايه مش كده؟ والله ما انا عارف حاجه وبسال يعني روحي وبدي اطمن وافهم جاي علشان ايه. ضروري واحد زيك انت يا مدحت بيه تكون يعني جربت نار الهوى. الهوى هوى؟ ايوه. يعني واحد من زيك لابد تكون يعني انكويت اتشويت اتحرقت طشطشت. ايه المناسبه للكلام ده؟ بقى يا سيدي انا ايوه انا قابلتها والنبي كفك قابلتها قابلتها في بيت بذر الكتان هانم. بذر الكتان بذر الكتان يا اخي بذر الكتان. خلاص بذر الكتان بذر الكتان. الله انت هتلبخني ليه؟ شوف يا سيدي بمجرد ما شفتها حركت عندي شعور جواني وحسيت ان الكرسي اللي كنت قاعد عليه بقى طالع منه يا اخويا بقى طالع منه هبو هبو الكرسي بقى طالع منه هبو هبو فنطاس بنزين فنطاس بنزين واندلق جوه مهجتي وعلبة كبريت وانفجر جوه مهجتي. يا ساتر. اه ثم يعني من عزب ناري مدت ايدي على كوبايه الميه. واخد لي بالك انت على كوبايه الميه اهو ودلقتها على الكرسي. كرسي ايه عشان الحريقه ما تمسكش في البيت بحاله يعني. كرسي انت متخرب بتقول ايه؟ انا عارف انا متخرب سوا من الصبح. مدت ايدي على كوبايه الميه ورحت بالعها يا استاذ. بالع كوبايه الميه اللي جوه الكوبايه يا اخي. اه الميه اللي جوه الكوبايه. يا نهار اسود ومقندل. اتفقنا على الجواز، ايه رايك بقى؟ كويس قوي. بس انا يعني انا دخلي ايه في الحكايه الطويله دي؟ سبحان الله يا اخي انت مش ولي امرها. امرها امر مين؟ ترنجل هانم يا اخي. ترنجل هانم والله العظيم ترنجل. ايوه ترنجل 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 50 ترنجل. الله دلوقتي بقى انت صاحب الكلمة الأخيرة. قلت ايه بقى؟ اتجوزها شيلها يا ابو شيل شيل شيل. على كل حال انا متشكر جدا يا استاذ. العفو. انا شاكر جدا العظيم. تعال هنا انا كنت متأكد اني حاجد فيك الشهامة دي يا استاذ. والله انا ما كنتش متأكد اني حاوجد فيك الشيء ده يعني. أعدك بشرفي إني ههنيها على آخر ما ينبغي. والله والله تانية تضربها أنت حر. أنت منك. لا لا شرفني. اسمح لي بقى أستأذن بقى يا فندم. لا أنا أستأذن عشان أبشرها البشرة الجميلة دي. هي تحت في الجنينة مستنياني. يا حلاوة والله العظيم. يا سلام. عن إذنك يا أستاذ اتفضل عشان أبشرها البشرة الجميلة دي. بشر يا فندم زفة. والله العظيم غني كمان. الله يبارك فيك. والله العظيم يا أستاذ أنا متأنسف جدا على الشهر اللي طصتهولك ده يا أستاذ. معلش حصل خير يا فندم. انا متشكر. الله يخليك. متشكر جدا. العفو العفو. بارك الله فيك. الله يحفظك. عن اذنك يا اتفضل يا فندم. الله يحفظك. الله يشفيك. تعال.
تعالى تعالى تعالى. حذر فذر كان هنا مين دلوقتي؟ مين؟ اسماعيل به جرجير. انت بتقول ايه اسماعيل جرجير؟ تصور الراجل من اخويا ابو عقل صفيح ده قاطرني لحد بيتك هنا عشان يحكي لي اللي واقع فيه اللي شاشته في حب واحده اسمها ترونجل برونجل معرفش ولا ايه. تصور تصور بيطلب مني انا اني انا اجوزها له. قلت له ايه؟ قلت له يلا شيل حبي يلا شيل. انت قلت له شيل عبي؟ انا ما هخسر ايه يا امي؟ تديله كلمه ثاني. هي يا اختي يا ابني انا شعرف يلا شيل يلا. دي حماتي حماتي. حماتك؟ البتاع اللي اسمها برونجل دي حماتك انت؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب يا اخي انا كنت هشم على ظهر ايدي ما تقوليش ليه لك حما واسمها ترونجل؟ يعني انت ما فيش مره وشك ده يجلي ما يجيبليش مصيبه؟ والله احترت امشي معاك على اي طريقه يا اخي. انت تخرج ما تورينيش وشك. تاسع مره بنطرد من بيتك النهارده يا قليل الحياه تاسع مره. بره. طب اتكلم بادب بره اهو بره. اعوذ بالله. شفت خليتك هنا افهم انك هتندبح. دبح الجزار يكون مفتح. ايه؟ ايوه. ده سقط. انا خارج اهو. بقى بادب. اعوذ بالله ده سقط ايه ده يا رب ده؟ كل ما اجي هنا اطلع بره اطلع بره اطلع بره. انا معمول لي عمل في البيت ده والله معمول لي عمل. معمول لي عمل صحيح يا اخوان. يا مفيش مره يخرج من غير ما اجيب مصيبه يا ساتر يا رب. يا لطيف. مدحت حماتي مدحت يا حنية قلبك. أنا عايز أقولك أنا كنت فاهمة برضو إنه مش هين عليك وحدتي. يا سلام قد إسماعيل بيه بيشكر فيك. أنت قابلتيه شفتيه؟ يا ندامة ما قاعد جوا في الصالون ده حتى سهير من ذوقها وإنسانيتها حشيته على العشاء. عشاء؟ اتفضل. بس كده بقى خلوا كلب الكتاب يوم الخميس القادم إن شاء الله. لا يوم الخميس القادم ما الحقش. ليه يا استهانة؟ فين امال جوز بنتك عشان ابشره البشرة الجميلة دي؟ جوز بنتي؟ اي نعم. سلامة نظرك. الله جوز بنتي؟ جوز بنتي. جوز بنتي؟ الله ما هو قدامك اهو. ده اهو. الله مش جوز بنتي؟ ده جوز بنتي؟ ايوه انا جوز بنتها هي. يا مكارة يا شقية. كنت مخبيه عني لراخر. اخبيه؟ انا مش فاهمه منك حاجه يا اسماعيل بيه. مخبيه عني ان ليكي بنت تانيه وده جوزها. انا اتعرفت بجوز بنتك الاولانيه لازم ده جوز بنتك التانيه. تشرفت. اهلا 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 وسهلا. ده مين وده مين يا اسماعيل بيه؟ بس ايه اللخبطه دي؟ اسماعيل بيه. نعم. انا ماليش غير جوز بنت واحده فقط لا غير حضرته. مدحت بالشماشيري. لا ده انا هختل يا ست هاني. ليه بس يا اسماعيل بيه؟ انا مدبختي مطين كده ليه؟ انا من قيمه شهر ونص حكمت بالحبس 30 يوم على مدحت الشماشيري وقضاهم في ارميدان يا ست هاني. ارميدان؟ الشهر اللي فات. احلى الشهر اللي فات كنا فين يا حماد؟ في جبل لبنان يا اخي. والله قول ساعات جبل لبنان يا اخي. طولوا بالكم شويه. حاضر. من قيمة 3 ساعات شفت بعيني ضابط البوليس مجرجرين مدحت الشماشيري على الاسم لأنه ضرب واحد ضابط بوليس. ازاي الكلام؟ مش معقولة. لسه في أكتر من كده. ايه؟ أنا اختليت خلاص. من شوية في الصالون ده وعلى الكرسي ده كان قاعد مدحت الشماشيري وتفاوضنا سوا في مسألة جوازي من ترونج الهانم واداني كلمة شرف. اسماعيل بيه. نعم. ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ انت سكران؟ انا فايق يا ست هانم فايق. والله دي تبقى حكايه زي الحواديت تمام. معلوم دي زي قصه العفاريت لكن مدام البيه بيقول انه شافه. بعينيا دول. واتكلم معاه. بلساني ده. يبقى لازم بقى المساله فيها سر. ضروري هي لازم. اسمع هو لازم واحد من اصحابك التلفانين الخسرانين عمل العملية دي وتسمى باسمك انت في البوليس. تسمى باسمي انا؟ ايوه. ده شيء مش ممكن اسكت عليه ابدا. ضروري ابلغ النيابة في الحال. معلوم يا اخويا يوسخ اسمك وتسكت له يا ندم. ابدا ممكن ابدا. انا اسماعيل جرجير يا ما خفايا اكتشفتها بالمخ ده. اسم الله على مخك. تعيش يا اخي. اكتشف بقى خفايا اخرى. ايوه. مد ايدك من فضلك اضرب الجرس. سعادتك لزمك اضرب الجرس ده من فضلك. لما كنت اكتشف لكم
الراجل السافل ده ما بقاش اسماعيل جرجير. يا رب فندس. اسمع يا شاطر. فندس انا ما جيت هنا عشان اقابل سيرك، مش كان في شخص غير سيرك في هنا في الصالون؟ ايوه سعادة بيه. تقدر تقول لي مين هو الشخص ده؟ ابشير يا فندم. دكتور ابشير مش فاضي. اسمع وغير ابشير يا فندم، ده كان في حد هنا؟ لا يا سعادة بيه. اذا روح انت بقى كتر خيرك. مع السلامة. الحمد لله براء. اذا بقى الشخص اللي بندور عليه هو الدكتور امشير اللي انت بتقول عليه ده. مش ابدا. ما تظنش ازاي انت ما شفتش بيعامل مراته ازاي. صحيح هم معاملته مع مراته بطلة، لكن مش ممكن يتجاسر. مش ممكن يعني اب بايده يحدف ابنه في الاحداث. ما كنش اسماعيل جرجير ما كانش الراجل اللي بقول لك عليه ده هو المجرم. او النبي يبقى بقدونس. دكتور امشير. دكتور امشير بس اتفضلوا انتوا بقى وسيبوني انا وياك. استريحي انت يا ست هاني. الله يخليك. اتطور بقى يا ماما. نعمل يا سلام. اتفضل يا سعادتك. يا سلام. طول بالك شويه. ايوه يا فارس. حد طالع حتى اسمع اقول لك ايه. اهلا اهلا وسهلا. ده كلام ما ينفعش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الشخص اللي بندور عليه هو ده اللي نطخ اسمك في البوليس. انت عمليتك دي تستاهل 5 سنين سجن. 5 سنين سجن؟ اه كده. اديني التليفون. عاوز النيابه العموميه. النيابه العموميه عندك. هو هتتحرك وما تلعب بروم هنا. حركي سهل. انا رشوت. هاي فضل فمك. فضل التليفون. سايب روحك اللي فوق. بص ما تزعقش. ازاي ما ازعقش؟ 5 سنين. ده 1000 جنيه ما رضيتش بسنه واحده. يكون في علمك روح تتداهي حواديك معايا في داهيه. يا ننفع عبر واحد نطلع سوا لفرنسا. هتخرب بيتي. اسكت. ما اسكتش. اسمع اسمع شيء. 5 سنين ومن غير فلوس يا اخواتي. اسمع. هو مش عايز يتجوز حماتي. انا مش عايز جواز حماتك. ما علينا احنا الاثنين غير كنا نفهمه اذا كان هيبلغ النيابه. مفيش جواز. انا عايز مفيش حبس. خليك معايا. طوعني. طوعتك جبت لي البلايه والله يخرب عقلك. 5 سنين يا اخواتي. 5 سنين. خلاص خدت معاد من النيابه العموميه. بكره هتصرف بين ايه النيابه العموميه. يا مجرم يا مزور يا بكاش. كويس كده يخلص حضرتك. عائلتي يتعرض اسمها قدام النيابه العموميه ولا استنى بعد كده في البلد. مش ممكن ابدا. لازم اسافر. سافر زي سيبني لايس. اسكت اخرس. ازاي بس اخرس؟ حماتي ومراتي قدامي ومن بكره على بلاد برا. بلاد برا؟ ايوه. اسمع. انت هتاخد حماتك وياك اخويا؟ طب يعني انت ومراتك شيء، لكن طب ومشروع الجواز يعني؟ الجواز يتأجل. يتأجل ايه؟ يتلغي خالص. يتلغي يا ابني. مش كلام تاني. طب يا اخي انت ومراتك شيء، لكن حماتك شيء هي قبل كل شيء. الله كده. ما طبعا اسيب حماتي ازاي؟ اسيب حماتي ازاي؟ ازاي؟ اسيب حماته ازاي؟ هي الحمات حاجة تنساب يا اخواتي؟ ازاي؟ دي مسألة يا اسماعيل بيه فيها كلام وشوشرة وحديث والرأي العام وكرامة الفاميليا أيوة وسمعة الفاميليا. ثم إذا كتر الكلام في حق الفاميليا والناس لبخت شوية في حق الفاميليا. الفاميليا دي فاميليا مجازيب يا اخواتي. فاميليا. احنا اسمعوا يا جماعة. أيوة. نقدر نأجل مسألة التحقيق شوية لحد ما يتم الجواز، وبعد ذلك العدل يأخذ مجراه. العدل يأخذ مجراه. ما هو الجواز يأخذ مجراه في الأول. يستحيل طبعا. دي مسألة مش ممكن تتم أبدا بالطريقة دي. بالطريقة دي. طب والنتيجة يا جماعة؟ يعني النتيجة حاجة من الاثنين. ايه؟ يا إما تبليغ النيابة يا يتم الجواز. والله أنا يتم الجواز أنفعلي. والله وانا عدم الحبس اريح دنيا شتا حتى. واشربها في جدته وقضاله شهر في ارميدان. خدناهم 30 جلد اجوازا يا فندم وكل حاجه. بس يعني الستات اللي فتحنا الحكايه قدامهم يا جماعه. تتدبر ستات اي كلمه نضحك عليهم بيها. خازوق هناك في النيابه. يا حلوه. الله. مين؟ اسماعيل بيه بقدونس؟ انت مش ابو 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 شفتوره سعادتي فيه. سعادتك تعرفه؟
اعرفه ده زبون مستديم عندي في القفص يا استاذ. انت ايه اللي جابك هنا يا جدع انت؟ في مواد قديمه بيني وبين مدحت بيه. ايوه مواد لما حلوه قوي. اسمع والله فكره. اسمع يا جنجل. ايه انت يا جنجل زورت في دفاتر سجن ارميدان ودخلت السجن بدل اسم مدحت بيه الشيخ. ايوه كلام الفاشل. اسمع كلامك ايه ندفعك امال ما تبقاش كده امال. خد 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 خد. انت ولد زورت في دفاتر سجن ارميدان ودخلت السجن بدل مدحت بيه الشماشير. اه انا زورت في السجن ودخلت بدل مدحت بيه الشماشير. خد كمان دول خد بالمره. عشان ايه؟ عشان كم قلم كم روسيه. يلا اضرب. اي الله ايه ده يا بابا ايه ما تخاف ايدك شويه يا اخي. ايه وضعنا ايدنا عليه ظبطناه. هو ده هو ده اللي دخل السجن باسم مدحت بيه الشماشيري. هو انت يا جنجل؟ ترين انا مش واخد بالي يا خلاص يا طروق الهانم اتفقنا كتب الكتاب يوم الخميس القادم. يوم الخميس القادم ما الحاشا فصل فساتيني ما اقدرش خليها بعد شهر القادم. شو بس انا يا فرفوري انت جنازتك بقى ان شاء الله الاسبوع القادم. وات يا جنجل ايه انت متجوز يا راجل؟ خمسه ومات. خدني بالمره موتها روحك.